سطح يا حلو طب يا حلو سطح نهارنا فل. صباح الورد والتفاؤل على كل اللي بيشوفونا على شاشة قناة تان في كل مكان، وحلقة جديدة من البرنامج الصباحي صباح الورد. صباح الورد عليك يا إيمان. صباح الخير عليك يا مها وعلى كل مشاهدينا، أهلا بحضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة النهاردة، نكون مع حضراتكم من دلوقتي ولغاية الساعة 11 الصبح. معنا مجموعة كبيرة من الفقرات اللي هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكم. طبعا زي ما انتم متعودين معانا في صباح الورد احنا عندنا فقرات كتير ومتنوعه، وطبعا معانا فقره الصحافه، وهيكون في متابعه لابرز عناوين الصحف النهارده. ضيفنا لفقره الصحافه هو الكاتب الصحفي احمد رفعت. بعد كده هنخصص وقت كبير من حلقة النهاردة عشان نتكلم عن مشروعات وزارة الإسكان، الشقق والأراضي اللي تم طرحها واللي هيتم طرحها قريب. هيكون ضيفنا في الفقرة دي أستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. هنختم حلقتنا عن كلام مهم جدا في موضوع، وهو الغيرة ما بين الأطفال، مع ضيفتنا سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوكيات الأطفال. وقبل ما نروح لفقرة الصحافة هنستعرض مع حضراتكم سريعا أهم الأخبار. البداية تكون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي بيشهد النهاردة تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. هيكون كمان في كلمة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والرئيس هيكرم كمان أوائل طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والوافدين وقسم الدراسات العليا، ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية، وده تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية. نروح بقى لواحد من الأخبار اللي بتهم كتير جدا من البيوت المصرية، وهي التنسيق الخاص بالثانوية العامة. طبعا ما زال الإقبال بيتواصل على معامل التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، ده لليوم الثالث على التوالي، ومفروض يكون بحد أدنى للشعبة العلمية نسبة 95.12%، أما الشعبة الهندسية فنسبتها 91.22%، وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية بنسبة كحد أدنى 79.51%. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق قال إن إجمالي اللي سجلوا رغباتهم من طلاب المرحلة الأولى بلغ حوالي 70,000 طالب وطالبة، وده من أصل 109,000 طالب. أكد كمان إن مكتب التنسيق ما استقبلش أي شكاوى إلى الآن، وإن عملية تسجيل الرغبات بتسير بشكل طبيعي. كمان بيتواصل الإقبال على تقديم تظلمات الثانوية العامة للطلبة المتضررين من النتيجة. عدد كبير جدا من الطلاب تقدموا بطلبات تظلم، الوزارة أعلنت عن نشر الإجابات على موقعها عشان الطلبة تراجع الإجابات قبل ما تتقدم بالطلب. الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة التقى بمديري عموم تنمية المواد الدراسية المشاركين في أعمال تظلمات الثانوية العامة لمناقشة ضوابط وإجراءات عمليات مراجعة تظلمات الثانوية العامة والإسراع في الانتهاء من النتائج. للوقوف على مزيد من التفاصيل معانا على الهاتف ياسمين محمد الصحفية المتخصصة بملف التعليم في موقع مصراوي. أهلا بيك يا أستاذة ياسمين. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، وعايزين نعرف عدد التظلمات السنة دي وصل لكام؟ هو تظلمات كده النهاردة اليوم الرابع تقريبا 50,000 تظلم، يعني في كل المواد إجمالي الطلاب في كم مادة كل طالب متظلم منها. يعني 50,000 تظلم مش 50,000 طالب؟ لا 50,000 تظلم. تمام. طيب من ضمن الكلام اللي سمعناه ان التظلمات بتقتصر بس على جمع النمر الخاصة بالأسئلة، لكن فكرة ان يبقى في مراجعة للأسئلة للإجابات نفسها الطلبة بيشتكوا ان ده مش بيحصل. هي التظلم ليه حالتين بس ممكن الطالب ياخد فيهم درجات. الحالة الأولى يكون المصحح نسي صحح سؤال معين، يعني ما تعلمش فيه خالص بقلم أحمر يعني. تمام. الحالة الثانية إن يكون في خطأ في جمع الدرجات سواء على المراية بره أو جوه كراسة الإجابة. هو إيه الفرق ما بين ياسمين ما بين 50,000 تظلم و 50,000 طالب؟ مش كل طالب بيبقى ليه تظلم؟ لا ممكن الطالب يقدم في كل المواد هو حر عادي. يعني مثلا يبقى عنده 50,000 مادة اللي تم تقديم التظلمات عليها. تمام. طب انت شايفة ايه اكتر مواد تم تقديم تظلمات فيها، وهل شايفة ان ده عدد العلمية. يعني
الفيزياء، الفيزياء ديت مقدمه، واللغه العربيه والانجليزيه. العربي فيه طلبه كتير شايفين ان هم نقصوا فيه، وخاصه العربي عليه 80 درجه يعني من اعلى المواد اللي عليها درجات، والانجليزي لان اصلا كان الامتحان صعب جدا. هو العربي دايما عليه ليه مشاكل يعني، دايما من المواد الصعبه جدا علشان النحو، مش كده؟ هو الطلبه بيبقوا داخلين يجمعوا كده اعلى درجات، يعني 80 درجه هو بيبقى داخل ضامنهم، يلاقي نفسه جايب 40، يلاقي جايب 50، فبيبقى فقد عدد كبير من الدرجات. عشان كده في اقبال كبير على التظلم في اللغه العربيه. انت شايفه ان عدد التظلمات السنه دي مرتفع؟ هو كل سنه بيبقى كده يعني، في بس اللي هيحكم العدد مرتفع ولا لا الطلبه اللي هياخدوا درجات. يعني لسه بعد اعاده التصحيح يعني، او اعاده المراجعه، بس مفيش اعاده تصحيح. تمام. يمكن كان من ضمن الاخبار الايجابيه اللي سمعناها النهارده فكره ان الوزير بيستخدم صلاحياته علشان يخفف العقوبات المفروضه على حالات الجيش الجماعي. التخفيف هيكون باعاده الماده مش اعاده السنه، اعاده الماده في الدور الثاني. برضو كلمينا عن القرار ده واليات تطبيقه، هل في استثناءات منه؟ هو السنه دي كان في 3 لجان الوزاره اعلنت عنهم ان هيتم حد نتيجتهم، بان هيتم الغاء الامتحان بسبب الشغب والغش الجماعي. لجنتين في قصر الشيخ ولجنه لجنتين في قصر الشيخ في ماده اللغه الانجليزيه حصل فيها شغب، فتم الغاء امتحانات السنه كلها والدور الثاني. لجنه الباجور في المنوفيه كان فيها غش جماعي برضو او شغب في ماده الاحصاء. فبعد ما الوزاره حسبت النتيجه على اعتبار ان الطلبه راسبين في كل المواد، ده قانون 500 يعني منظم الاعمال للامتحان، الوزير بقى ليه صلاحيه ان هو يعني يلغي اي قرار ضد الطلبه، يخففه او يزوده حسب ايه رؤيته. فالوزير قرر ان هو هيخفف العقوبه، بدل اعاده السنه هيعيدوا الماده، يعني طلبه صف الشيخ هيعيدوا انجليزي، طلبه الباجور هيعيدوا احصاء في الدور الثاني بقواعد الدور الثاني اللي هو نص الدرجه يعني. تمام. امتى طالب الثانويه العامه هيقدر يرفع قضيه امام القضاء الاداري للحصول على الدرجات المستحقه ليه؟ ايوه، الطالب لو هو بيراجع قرارات اجابته لقى فيه سؤال مصحح بس هو واخد فيه درجه اقل، يعني السؤال عليه 3 درجات هو مديله 1 من 3 وهو شايف انه جايب اجابه نموذجيه، ساعتها الوزاره ما تقدرش تعمل له حاجه، لان في قاعده في التصحيح كده في الاداره العامه للامتحانات اسمها المقدر لا يقدر، يعني ما ينفعش مصحح يصحح على مصحح زميله. طيب في الحاله دي لازم يرفع قضيه عاجله امام مجلس الدوله. ده ينطبق على البوكلت اللي ما كانش عليه اجابات تماما، كان بس الطالب مكتفي ان هو يكتب اسمه وسايب الورق بتاعه فاضي، لان في 100 بوكلت تم الاعلان عن ان هم فاضيين تماما، في منهم اللي المصحح او المشرف على اللجنه معلم فيهم فعلا بالورق الاحمر وفي منهم لا. ما هو لو هو سايبه فاضي خالص الطالب مش هيتقدم بتظلم، الطالب اللي بيتقدم بتظلم بيبقى شايف فيه درجات، يعني انا وانا بسال الطلبه بتوع التظلمات في واحد قال لي انا كتبت اسمي في ماده علم النفس بس وخدت 32 درجه، ده مش متقدم بتظلم في علم النفس. هو خد درجات من الهوا كده، لكن اللي بيبقى شايف نفسه اتظلم هو ده اللي شايف نفسه جاوب كويس جدا ومع ذلك ما خدش اي درجه او ما خدش حق. انت زي ما تابعتي السنه دي يعني، يمكن النسب الخاصه بالقبول في بالنسبه للمرحله الاولى علمي او ادبي او العلمي هندسه، يعني لاحظنا ان الارقام والنسب قلت عن السنين اللي فاتت، هل ده ليه علاقه بنظام البوكلت؟ هو الوزاره اصلا هو الدكتور طارق شوقي بيعلن نتيجه الثانويه العامه، قال ان التنسيق السنه ده هينخفض جدا وهيبقى الكليات كبير، يعني مش هيبقى ثمن درجه او 8% ممكن يفرق بين كليه وكليه. السبب في كده هو البوكلت بيخلي اجابه يعني اجابه الطالب محدوده، زمان كانوا يقولوا لنا لو في كلمه انت مش يعني سؤال مش عارفه بس في كلمه واحده اكتب كل اللي تعرفه، ممكن نقعد نجاوب على السؤال صفحتين. تمام. فالمصحح يضطر يدينا درجه، انما في البوكلت بيبقى الاجابه محدده وواضحه جدا، فما فيش مجال ان هو يتكلم كتير. لو مفيش مساحه كمان السؤال بيبقى مختصر، يعني زمان كان ممكن السؤال يتكون من 3 فقرات ممكن، لكن ده السؤال بيبقى هي بتتكلم في نقطه واحده، فده بيخلي يعني يخلي الطلبه اللي عارف هو اللي هيجاوب، فده خلى نسب النجاح قليله. ثاني حاجه البوكلت سهل على المصححين ان هم وهم بيصححوا يصححوا بسرعه يصححوا بدقه، فالدقه برضه في التصحيح بتخلي كل طالب ياخد حقه، وهو ده سبب
تمام. هتنتهي امتى التظلمات؟ هيتم امتى اغلاق باب التظلمات؟ لمده شهر يعني، فتحت يوم 16/7 تخلص 16/8، بس يوم 23 يوليو اللي هو اجازه هو في عمل، يعني ممكن اي حد يتقدم تظلم او يطالع على ورقه اجابته عادي او التصحيح يتم عادي يعني. وفيما يخص مكتب التنسيق والحد الادنى للدرجات والقبول ايه؟ لسه لحد دلوقتي طبعا مكتب التنسيق ما اعلنش، بس في توقعات ان هي منخفضه يعني، طب 90.5، صيدله 96.5، طب اسنان 97 كده يعني، بس لسه الاعلان الرسمي بعد انتهاء المرحله الاولى يوم الجمعه ان شاء الله. يوم الجمعه تنتهي المرحله الاولى فعلا، هل هتبان على طول النتيجه؟ يعني الطالب لما يدخل رقم جلوسه على الموقع بتاع التنسيق، هل هيقدر يحصل على النتيجه بشكل سريع؟ وفي الحاله دي هل ده يعتبر مستند؟ يعني لو عمل برنت اوت من ممكن يدخل رقم جلوسه وبيطلع له الكليه، بس طبعا يعني مش يوم السبت ولا حاجه، لا 3 أو 4 أيام، يعني منتصف الأسبوع اللي جاي. يعني منتصف الأسبوع اللي جاي التنسيق يخلص المرحلة الأولى يوم الجمعة لغاية الساعة 7 بالليل، ومنتصف الأسبوع اللي جاي تبدأ بقى يعرف النتيجة بتاعته. وزي ما كنت بسأل، هل ده يعتبر مستند؟ هو ممكن يطبعها عادي وبيروح بيطبعها ويروح بقى يقدم بيها في الكلية بتاعته أو الكلية اللي هو ترشح ليها عادي. شكرا ليكي أستاذة ياسمين محمد، الصحفية المتخصصة بملف التعليم بموقع مصراوي. طبعا احنا عملنا جولة سريعة كده على الأخبار، ودلوقتي بقى عايزين نشوف المرور أخبارها ايه. طمنينا يا إيمان على المرور. احنا كمان قبل ما نسيب كمان ملف أخبار التعليم هناخد معانا على التليفون أستاذة منى أبو غالي. قبل المرور وهي أدمن ائتلاف تحيا مصر للتعليم، برحب بيكي. أهلا بحضرتك. ولغاية دلوقتي شايفة إزاي عمليات التظلمات؟ العدد الكبير جدا، بنتكلم عن 50,000 تظلم تم تقديمهم لغاية دلوقتي، شايفة الرقم ده إزاي؟ لا، هو ده كان متوقع إن السنة دي يبقى تظلمات كتيرة جدا جدا بسبب البوكلت، لأن الطلبة ما كانتش متعودة عليه خالص، وهو كان بيبقى عايز إجابة محددة. بس هي دي مش المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية إن التظلمات زي كل سنة هي بتبقى إعادة تصحيح، مش للورقة، إعادة تصحيح لمجموعة درجات. بس في حالة اتعرضت، بس هو كان في نفي من الوزارة، يعني كان في نفي من الوزارة إن يكون بس الموضوع بيقتصر على جمع الدرجات. لا، هو ده قانون، هو معروف كده. دكتور رضا حجازي احنا حضرنا معاه مؤتمر قبل كده، قال ان التظلمات بيتم فيها تجميع الدرجات للطالب. ايوه مظبوط، بس السنه دي تم نفي ان هي بتقتصر على جمع الارقام بس. لا حضرتك، ده قانون خاص بالكنترولات. طب استاذه منى، اتفضل مره ثانيه، ده قانون، وانا متابعه مع بتوع الكنترولات وعارفه ان ده بيحصل. استاذه منى، كلمينا اكتر عن الائتلاف اللي انتوا بتنتموا ليه، اللي هو ائتلاف تحيا مصر للتعليم. ده يعني ايه اهدافه وبدا امتى؟ كونتوه امتى؟ احنا كنا اتقابلنا مع الوزير في شهر 3، كان الجروب بتاع التعليم امن قومي منهجكم باطل، ووقتها اتكلمنا عن ان احنا كلنا كجروبات تعليم موجودين على الفيسبوك، اهدافنا تقريبا متشابهه، فالافضل ان احنا كلنا نبقى ايد واحده. عملنا مبادره اسمها الكل ينضم لائتلاف تحيا مصر بالتعليم، انضم معانا لغايه دلوقتي اكثر من 12 او 13 جروب على الفيسبوك، بما فيهم جروبات للمعلمين وتطوير التعليم الفني. أعضاء الائتلاف أولياء أمور مثلا لطلبة ولا معلمين؟ لا، فيها أولياء أمور وطلبة ومعلمين. احنا جامعين كل المراحل دي وكل الوظائف، يعني معانا ناس حاليا معلمين، معانا ناس كانوا موجهين، معانا ناس خرجوا من التعليم، من وزارة التربية والتعليم، يعني بناخد آرائهم برضو، بنخلي الطلبة يستفيدوا منهم في بعض الإجابات، ماشيين في الاتجاه ده.
تمام يا استاذة منى، بس قبل ما نختم مع حضرتك انا عايزة اكد لك بس الخبر، لان مصادر في وزارة التربية والتعليم بتؤكد زي ما جه على موقع اليوم السابع التعليم، تصريحات لوزارة التربية والتعليم بتقول لا صحة لقصر فحص تظلمات الثانوية العامة على اعادة جمع الدرجات فقط. دي تصريحات جاي على اليوم السابع، ممكن حضرتك تشوفيها على جريدة اليوم السابع، وبتؤكد ان مصادر في وزارة التربية والتعليم بتنفي تماما الموضوع ده. فبالتالي هو مش قانون، هو ممكن لو الإجابة خاطئة أو لم يتم احتساب الإجابة ممكن أن هي يتم احتسابها. تمام؟ ده حضرتك بيتم عن طريق أن لازم تبقى فيه قضية، لكن كمصحح يشوف في وقتها مفيش الكلام ده. والله دي تصريحات الوزارة، حضرتك ممكن ترجعي يعني الاستفسار للوزارة. أنا أتصل النهاردة بالوزارة، بس في حاجة عايزة ألفت نظر حضراتكم ليها بعد إذنكم. اتفضل. تتأكدوا بس منها. إن في من كام يوم كان في إعلان أو في خبر صحفي إن في بنت درجاتها اتبدلت، كانت في الفيزياء جابت 30 وراحت لقت الورقة بتاعتها تقريبا جايبة حاجة و50، فالدرجة اتبدلت على طول من اسم لاسم. انا امبارح كنت موجوده في الوزاره وكنت بتكلم مع حد هناك وعرف ان معنى ان في طالبه او طالب يتم تبديل ورقته، يعني في كشف كامل عباره عن 200 ولد او بنت تم تبديل الدرجه، فده هل ده كافي يعمل اعاده تصحيح من اول وجديد للثانويه العامه كلها؟ لان انت كده بدلتي درجات كتيره جدا جدا. تمام. في ناس بتروح تتظلم معاها فلوس بتتظلم، انت حضرتك بتطالبي ان يبقى في اعاده لتصحيح كل الورق؟ لا انا بقول الحاله اللي تم تبديلها، انا مش عارفه ده كان خبر صحفي. تمام. لحد من صحافه التعليم قال ان في بنت درجاتها اتبدلت في الفيزياء من كانت 30 واخذت حاجه و50. هو حضرتك متاكده من الخبر ده ومصدره؟ اه طبعا، ده حضرتك اللي هم الصحفيين بتوع التعليم، يعني بتلاقي اللي هو زي الدستور، زي البابا نيوز، زي طيب احنا عشان كده اكيد بنناشد وزاره التربيه والتعليم ان يبقى في دقه في مراجعه الاوراق، يبقى في دقه في مراجعه اوراق طبعاً. الاجابه، لان في النهايه ده مجهود سنين طويلة جدا. صحيح. الأسرة كلها كانت وراء ابنها علشان تخرجوا في النهاية بأفضل ما يكون. شكرا لحضرتك أستاذة منى أبو غالي أدمن ائتلاف تحيا مصر للتعليم. شكرا. طيب نروح بقى للمرور ولا نروح للمرور؟ طيب مستعجلة ليه؟ اه مش كده، عشان نطمن الناس كلنا ننزل الشوارع ونعرف كل حاجة. ايوه. طيب نروح دلوقتي للمرور، اخبار الشوارع مع تطبيق بيقول لك الالكتروني، واللي بنقدمه حصري على قناه تان وبرنامج صباح الورد من وقت للتاني على حضراتكم. هتلاقوا على الشاشه في دايما ابديت بينزل عن احوال المرور في شوارع القاهره والجيزه. زي ما حضراتكم شايفين معانا دلوقتي كوبري اكتوبر من مدينه نصر للمهندسين معظمه بطيء جدا، ما عدا من مدينه نصر للعروبه بيتحرك، ومن رمسيس للمهندسين الطريق سالك. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر معظمه صعب، ما عدا من المهندسين للتحرير شغال. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه بيتحرك، ما عدا من ساقية الصاوي لفندق الماريوت ما بيتحركش. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين معظمه صعب، ما عدا من فندق ماريوت لساقية الصاوي سالك. زي ما انتم شايفين مع حضراتكم، طبعا احنا عايزين دلوقتي بس ناكد انه الضوء الاخضر ده يعني الطريق سالك، الاصفر يعني كثافه متوسطه، البرتقاني يعني بدايه طريق متوقف، والاحمر طبعا يعني الطريق تقريبا ما بيمشيش. زي ما انتم شايفين مع حضراتكم دلوقتي، زي ما انتم شايفين معانا دلوقتي، صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه سالك، ما عدا من المطار لبانوراما حرب اكتوبر واقف. أما صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه سالك، ما عدا من كوبري أكتوبر لنفق العروبة بطيء جدا. المحور من الشيخ زايد للمهندسين معظمه بيتحرك، ما عدا من أركان لهايبر زحمة. أما بقى المحور من المهندسين للشيخ زايد فبيتحرك. اطمنا دلوقتي طبعا على حالة المرور، بنفكركم ان التطبيق بيقول لك هو حصري على قناة تان على مدار الساعتين، ساعتين صباح الورد كل 10 دقايق في اوتوماتيك ابديت لحالة المرور، هتتابعوها معانا لحظة بلحظة. نروح بقى لدرجات الحرارة واللي هي طبعا في ارتفاع مستمر واحنا لسه في شهر 7. اعلى درجات الحرارة بتتسجل الاوقات دي من السنة. تعالوا بقى نروح نشوف بيان درجات الحرارة.
بيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا ولا تزعل ولا تحزن اضحك وبرد ويا ويكا عشيكا بيكا شيكا بيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا ولا تزعل ولا تحزن عشيكا بيكا. اهلا بيكم مشاهدينا، بنرحب بيكم وبحضراتكم مره ثانيه، وهنبدا مع بعض دلوقتي فقره الصحافه. هنقرا فيها ونتابع ونحلل اهم وابرز العناوين اللي ركزت عليها صحف النهارده يوم الثلاث 11 يوليو 2017. اسمحوا لي نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. صباح الورد، اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك. قبل ما نبدا جولتنا تعالوا نشوف مانشيتات الصحف قالت ايه النهارده. زي ما شفنا مع بعض مشاهدينا منشطات الصحف في جميع الملفات، سواء ملفات اقتصادية أو ملفات الإرهاب أو ملفات التعليم أو الملفات الرياضية وغيره. هنستعرض أهم المنشطات. هنبدأ مع بعض من جريدة الأهرام تحت عنوان الرئيس: تضافر جهود الدولة لإنجاح مشروعات قناة السويس، السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من البنية التحتية. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بك. وطبعا الخبر ده أو المنشط ده احنا بنتكلم وعايزين نعرف إلى أي مدى ممكن ان احنا نستفيد من مشروعات محور تنميه قناه السويس وفي انعاش الاقتصاد القومي، برغم طبعا من توقف حركه التجاره العالميه. شوفي يعني من كتر المشاريع المهمه مش عارفين دلوقتي ايه اللي ممكن نقول عليه امل مصر في الفتره اللي جايه. يعني تتكلمي على العاصمه الاداريه الجديده تقولي دي امل مصر في حل مشاكل كتير، تتكلمي على 1.5 مليون فدان هتقول ده أمل مصر في حل أزمة الغذاء في مصر. تتكلم على العالمين الجديدة تقول ده أمل مصر في حل مشكلة الإسكان خصوصا في شمال البلاد وعلى الساحل المتوسط، لغاية ما نوصل الضبع برضو تقول ده أمل مصر في الطاقة وإنه ممكن تحل مشاكل الكهرباء والطاقة عموما في مصر، وممكن كمان يبقى في تصدير بين للكهرباء الى الدول المجاوره. لغايه ما نوصل لمشروع تنميه قناه السويس باعتباره مشروع اقتصادي، في مشاريع تنمويه بتشغل ناس وتجيب فلوس، طبعا مشروع عملاق ليه حق الرئيس السيسي بتابعه بانتظام. كل فتره بنلاقي الحكايه دي، نلاقي الخبر ده موجود، الرئيس السيسي يتابع مع يعني المسؤولين عن قناه السويس ومحور التنميه سواء تليفونيا او باجتماعات دوريه. مشروع عملاق ممتد طبعا بمسافة يعني أكثر من 160 كيلومتر من خليج السويس لغاية الأدبية، في كل الحاجات اللي احنا حاطين عليها أمل دي، يعني
من ال 40 مليون متر مربع مشاريع الى 5000 متر امتدادات لمواني جديده اهتمام بالحقيقه يعني اهتمام واسع من القياده السياسيه بالمشروعات القوميه، علما بان صندوق النقد الدولي في اكثر من مناسبه دايما بيؤكد على ان المشروعات القوميه العملاقه يجب ان تتوقف الى ان يتعافى الاقتصاد. طب هيتعافى ازاي وهي متوقفه؟ يعني ممكن يبقى في تناقض شويه في كلام، لكن على كل حال اللي احنا مش كل نصايح الصندوق النقد بنسمعها وبنعمل بيها، لانه بيحط، انت عارف حضرتك طبعا، هو بيحط شروط معينه علشان يوافق ان هو يمنح القرض. بالظبط، بس الشروط اللي حطها ممكن تبقى مقبوله ويعني اذا اردت ان تطبق طبعا احنا في الاخر لينا مصلحتنا طبعا، ده مزبوط. حقيقي طبعا، لكن هو مشروع طبعا حلم المصريين ومستقبل البلد كلها، لانه زي ما بقول لحضرتك غير يعني المشروع الكبير في تطوير حضرتك تتوقع ان احنا ممكن نجني ثمار المشاريع دي على العام القادم ولا لسه قدامنا وقت؟ لا، في عدد من المشاريع هتتقفل يعني على بدايه السنه اللي جايه ممكن نشوف ثمارها، هنحس بيها يعني طبعا. يعني مثلا ال جبل الجلاله ممكن نشوف ملامح، عدد المليون ونص فدان، المشاريع الخاصه بالاسكان، احنا لاول مره الاسكان يبقى عدد الوحدات المعموله والمطروحه اكبر من عدد المتقدمين، ده اول مره في تاريخ مصر يعني من ساعه مش عايزين ننسى كمان صندوق تحيا مصر في الحقيقه والعشوائيات ونقل سكان العشوائيات للمناطق السكنيه، ده بالفعل من لا ده طبعا من الانجازات المهمه جدا طبعا. انا بقول لحضرتك كل شويه تفتكري حاجه تقولي دي هي، ده هو ده مشروع العمر. يعني مثلا من ضمن المشروعات الخاصه بالبشر، يعني المشروع الخاص بعلاج المرضى بتوع فيروس سي، لما تلاقي انه يعني عدينا المليون مواطن شفوا من هذا المرض الخطير تقولي انه لا، صحه المصريين رايحه. لكن عايز اقول عند قناه السويس تحديدا هو حلم المصريين فعلا، مش بنتكلم بس على المشروعات الخاصه، لا ده انت ممتده المشروعات ل 165 كيلو جوه سيناء. لاول مره الكلام الخاص بتنميه سيناء اللي قعدنا 30 سنه نتكلم عنه اول مره نشوفه. يعني عند حضرتك مدينه الاسماعيليه الجديده دي بالكامل في الضفه الشرقيه لقناه السويس. معنى ايه انها في الضفه الشرقيه لقناه السويس؟ يعني بالكامل جوه سيناء. يعني دي مقرر انها تشيل 342,000 نسمه، دي 51,000 وحده سكنيه، يعني قد الاسماعيليه القديمه لما اتعملت مره ونص ولا حاجه. فانت بتتكلم في 200 شركه شغالين فيها، يعني ايدي عامله وشركات شغاله. وطبعا لما بتشتغل مدينه زي كده بتشغل وراها كل الصناعات اللي ممكن نتخيلها، من الازاز للاسلاك الكهرباء للسيراميك للبلاط للاخشاب للمقابض للمصابيح للقار اللي بيوصفوا بيه لكل الكهرباء للازاز، كل ده بيشتغل في مشروع زي ده. فما بنقولش كده الاسماعيليه الجديده ونمشي، لا لازم نقف. عندك الرفح الجديده، عندك مطار الميليز على بعد 90 كيلومتر من قناه السويس وتحول الى مطار مدني، حساب اكثر من مليون ونص مواطن في السنه، يعني المنطقه دي كلها تتغير. الكلام الانشاء عن تعمير سيناء خلاص انتهى، احنا دلوقتي داخلين في الجد. صحاره سرابيوم 420 متر، الانبوب الواحد عندك اربع انابيب بعمق 60 متر تحت الارض، اتجاب لهم يعني حفار مش موجود في اي مجال خاص بالتربه بتاعتنا دي عشان ما يعملش مشاكل. مقرر ان تضخي مليون و400 يعني متر مكعب يوميا، تخيلي عشان ممكن تروي مش بس تسقي الناس لكن كمان تروي اكثر من 100,000 فدان على الناحيه الثانيه. لا فسينا والمنطقه دي كلها بتتغير. لسه متكلمين على جبل الجلاله يدخل في اطار المشروع انه في العين السخنه، فلا المنطقه دي طبعا العالم كله عنده حق انه يبص لها دلوقتي. تمام، نروح بقى لخبر تاني مهم من جريده الوطن تحت عنوان المركزي، دفعه قرض صندوق النقد الدولي دخلت الخزانه واتفاقيه لدعم مشروعات الشباب وعامر تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي. هل دعم مشروعات الشباب يقع تحت طائله شروط صندوق النقد؟ لا للامانه لا. ليه بقى؟ لان في اهتمام من الشباب من اول لحظه بعد 2013، مش بس عشان هم كمان كانوا القوه دافعه في اللي حصل في 2013 والزخم، متابعه شهريه كمان لمؤتمر الشباب، يعني يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله هيكون في الاسكندريه طبعا، لانه خلاص ما عادش الشباب قاصر الاهتمام بيه على حزب واحد او وحيد زي ما كان موجود قبل كده، ولا جمعيه خاصه بطلبه معينين ينتموا لفئه من او حزب من الاحزاب. لا بقى الشباب دلوقتي مهتم بيه على المستوى القومي. اكيد حضرتك بتشاركي وطبعا بتبقى موجوده في المؤتمر. ايوه
بتشوف الشباب بترشيحاته جايه من مديريات الشباب او من الجامعات او نعم. من الاحزاب المصريه. وفي تنوع، هو الاهم كمان ان في تنوع، لانه وفي يعني في دايما يعني بيروحوا لكل محافظه شويه، كل محافظه ليها طبيعتها وليها التحديات. في صدور الاقاليم مره في اسوان مره بالظبط بالظبط، كل لان شباب كل محافظه بيتكلم بقى عن التحديات اللي بتقابله وعن المنطقه اللي في المنطقه اللي بينتمي ليها. لكن في نقطه مهمه لازم الناس بس تبقى عارفاها، انه اداره المؤتمر لما بتكلم حزب من الاحزاب انه يشارك معاها يبعت مثلا رقم معين بيتقال له مثلا الحزب الفلاني عايز منك 10 او 20. الحزب بيختار الاسماء بيبعتهم، ما فيش مراجعه على الاسماء. يعني شيل ده او حط ده، او الامن اعترض على مش عارف مين، الكلام اللي كان بيحصل فيه فترات قبل كده ده ما عادش موجود. الترشيحات بتروح حسب العدد المتفق عليه، ما فيش اي مراجعه بتتم بعد كده. فالعبره انه ما فيش يعني فلتر بيفلتر الاسماء، مفيش محاذير على حد، وان دعم مشروعات الشباب هي خارج طائله شروط صندوق خالص. ان احنا فاكر حضرتك في مشروع ال 200 مليار جنيه الخاص بالمشروعات الصغيره اللي هي بفايده 5%. ايوه طبعا ده ما كانش موجود قبل كده بهذه القيمه، لا بالمبلغ ال 200 مليار ولا بالفايده اللي عليه. فطبعا فرصه كبيره. ممكن يبقى البيروقراطيه اللي احنا عايشين فيها لنا 7000 سنه دي ممكن تتحرك شويه وابتدوا يحركوها فعلا. لكن كمان المشروع محتاج شويه يعني تطشات كده، يعني في حلقه مفقوده بين الشاب وبين البنك. الحلقه دي اللي ممكن توفر دراسات الجدوى او توفر توجيه للشباب اللي لسه بيبدا حياته. في كمان عايزين نعرف بالنسبه بقى للاجراءات، يعني هل حضرتك تتوقع ان هيكون في اجراءات تقشفيه بقى في ظل قبول الدفعه دي من القرض؟ يعني هل هنبتدي نشوف غلاء اسعار تاني؟ انا اعتقد ان دي الدفعه دي يعني احنا سددنا ثمنها قبل ما تيجي، فما اعتقدش يعني ان هيبقى في غلاء تاني. مش ناقصين دي دفعنا ثمنها خلاص يعني. طيب نروح بقى لجريده الوفد، وتحت عنوان ان الصحه بتحذر من تداول ادويه مغشوشه. التحذيرات دي طبعا بتشمل علاج السرطان وضغط الدم والجلطات. فين بقى الدور الرقابي لوزاره الصحه ونقابه الصيدله من كل ده؟ شوف حضرتك، ممكن كلنا نقبل غش في اي حاجه، يعني في اجهزه كهربائيه يعدي يعدي ونفوت، لكن في الدواء تحديدا والصحة دي كارثه طبعا. والغش ده بقى يعني منتشر بشكل افقي على كل ما يخص الصحه، من مستوصفات ومعاهد ومراكز طبيه يعني بلا تصريح وبلا تراخيص وبيشتغل فيها كمان غير متخصصين، الى مصانع بير السلم اللي بتعمل ادويه زي ما الخبر كده قايل مغشوشه، او مافيا متخصصه دلوقتي في استيراد ادويه منتهيه الصلاحيه وبتحط عليها تيكت خاص بتواريخ يعني تاليه وبتسربه للسوق. ده غير سوق الادويه اللي اتفتح على السوشيال ميديا اللي هو ما فيش اي رقابه خالص. مفيش اي رقابه، ده صعب جدا. ده لوحده بقى كارثه تاني بالظبط. فمحتاجين فعلا يعني في ناس طلبت في فتره من الفترات بشرطه للموضوع، لان المساله بقت اكبر. يعني حضرتك شايف انه الدور الرقابي اللي المفروض يتم ممارسته على الادويه يحصل فيه بقى نقله نوعيه تتماشى مع النقله اللي حصلت طبعًا في سوق الدواء؟ يعني اذا كان وزاره الصحه نفسها بتحذر، امال احنا الناس العينه تعمل ايه؟ يعني المفروض يعني ما تكتفيش وزاره الصحه بالتحذيرات فقط. لا لا، ده دواء يعني، ده صحه ناس. يعني مش ما هوش حتى اكل يعني مغشوش، ممكن يبقى لنا في تصرفات او اجراءات. هل عند حضرتك اي اقتراحات او تصور فيما يخص الاجراءات الضبطيه القضائيه تتوسع؟ طبعا موظفي وزاره الصحه ينشطوا اكتر من كده، ويبقى في يعني مكاتب الصحه تاخد دور اكبر، ما يبقاش دورها قصر على التطعيم وتسجيل المواليد الجديده. لا يعني احنا دلوقتي في موقف يعني يتطلب فيه ان كل مكاتب الصحه تشتغل في، يبقى في مكتب خاص لان كل مكتب صحه حوالي مثلا قولي عشرات او مئات الصيدليات مثلا ممكن تبقى هدف للجنه او الوحده دي لو اتعملت في مكاتب الصحه. نروح بقى لخبر مفرح اخر، ولا زلنا مع جريده الوفد. الخبر تحت عنوان ان الاقصر بتتحول لاكبر متحف مفتوح في العالم. ليه بقى الاعلام مش بيركز على النوعيه اللي زي دي من الاخبار؟ والله انا قلت نفس كلام حضرتك ده كذا مره. يعني بعلامه استفهام كبيره، يعني لما بقى في ازمه على طول جاري. على طول وبتتكرر جاري. وبتتعاد وبيتعمل عليها سبوت بشكل مكثف، عليها مسلسل في الصحف او في بعض الفضائيات. ونيجي على الحته اللي بيبقى فيها حاجه كويسه او ضوء امل، يعني ممكن تتقال كده
خبر عابر اتقالت مرة ما تقالش تاني. إذا اتقالت ده إذا اتقالت كمان ويحطها طبعا يعني حضرتك عارفة والمتخصصين في الصحافة عارفين بالظبط يحطوها في زاوية ما تتشافش على يمين اللي مش عارف إيه عشان صحيح تبقى يعني ما مش أو تعدي في شريط أخبار كده يعني في السريع كده لكن طبعا عايزين نبشر العالم هو كل شوية ده بيتكرر يعني كل في نشاط ممكن تبقى يعني وزارة الصحة السياحة يعني موجودة فيه بشكل أو بآخر لكن في جهد بتبذل من مؤسسات تانية ممكن تلاقي مثلا وزارة الثقافة عاملة مهرجان ممكن تلاقي وزارة الشباب هل في تقصير من قبل الآثار والسياحة في التسويق عملية التسويق للخبر ما احنا عايزين برضو يعني نتكلم على اللي لينا واللي علينا يعني احنا بنقول الإعلام طب هل الإعلام هو اللي مقصر بأنه مش بيعمل سبوت لايت كافي ولا التواصل اللي ما بين وزارتي الآثار والسياحة مش كافي للإعلام مش هو طبعا ده كلام حضرتك مظبوط بس عشان كده بقول لحضرتك ان ده جهد يبقى احيانا بيبقى جهات كتير غير وزاره السياحه وزارات تانية يعني ممكن زي بقول لحضرتك كده الشباب بيبقى عامل مهرجان ممكن الثقافه عامله مهرجان الاقصر نفسها كمحافظه ممكن تبقى عامله شغل لكن الاعلام مأثر حتى في الاخبار اللي ما تخصش الاقصر بس يعني في اغلب الاخبار المفرحه برضو الاعلام بيلعب نفس بتحس ان في تقصير من الجهتين بقى من الجهتين. يعني مني انا كجهه عايزه اوصل الانجازات اللي عندي ومن الاعلام ان هو ما بيحاولش مظبوط يدور بس قبل ما نسيب الاقصر في خبر يعني مفرح لازم نقوله للناس ان احدى الشركات الخاصه اللي بتشتغل في سوق السياحه خارج البلاد عامله عقود كويسه مع الصين عارف حضرتك دي بتطلع 100 مليون سائح في السنه هايل في فترات سابقه كنا بناخد منهم 30,000 سائح 30,000 من 100 مليون حاجه لا تذكر دلوقتي اتمضت عقود كويسه جايبه يعني نعدي مئات الالوف ممكن نكسر مليون وشويه والعقد كمان امتد لدول اخرى ممكن تبقى اليابان ممكن تبقى اندونيسيا ممكن تبقى كتلة دول شرق اسيا دي كمان رايحين فيتنام طب هي يعني الشركه دي رايحه فيتنام اللي في الاقصر ممكن يكونوا ملاحظين عدد السياحه الصينيه واليابانيه عامله ازاي هما أسوان لأن ده بيبقى برنامج خاص بالمدينتين دول ممكن في ناس بتطلب تروح الغردقة أو تنزل القاهرة لكن العقود كلها منضية على أساس الأقصر وأسوان من موقع حضرتك بقى ككاتب صحفي هل بتشوف أن بيكون في خطة أو هل موجود بالفعل خطة تطوير واضحة من قبل وزارة السياحة؟ في تقدير أنا لا لأن احنا مركزين على السوق اللي كل ما تحصل مشكلة يتأثر اللي هو سوق أوروبا وأمريكا عشان كده بقول لحضرتك الشركه دي راحت لمكان ما كانش حد بره الصندوق زي بيقولوا فكرت بره الصندوق فالناس دول بيحبوا مصر وبيحبوا يعني جايين على كمان على سمعه وشهره الاقصر واسوان احنا عايزين طبعا نحيي القائمين على الشركات دي والامن عمل لهم تامين كويس في البلد في المدينتين دول هايل لكن هنفضل شغالين على اوروبا بس وامريكا بس في كل ما يحصل حاجه هنا نبقى تحت رحمتهم بقى ان هم يطقمصوا ويوقفوا لنا الوفود وده طبعا يعتبر برضو اضافه اكسكلوسيف في صباح الورد اللي هي خبر الشركه الخاصه اللي هتبتدي ان هي تتجه بقى لسوق اسيا واتجهت بالفعل بس بقول لحضرتك بعد العود ما زادت يعني الحمد لله طب هايل نروح لخبر مهم تاني منشور في الجريدتي موقع المصري اليوم هزيمة جديدة لترامب في الكونغرس بشأن أوباما كير وتفاصيل الخبر بتقول أن ترامب خسر أهم وعوده الانتخابية بإلغاء نظام الرعاية الصحية واللي معروف بأوباما كير بتصويت الكونغرس ضد مشروعه المقدم ومن جريدة الشروق كمان في عنوان بيقول أن ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع طهران ويهدد بعقوبات وزير الخارجية الإيراني تلقينا إشارات متناقضة من واشنطن خبرين بيأكدوا أن ترامب خسر أهم وعدين ليه في الانتخابات أوباما كير وإلغاء الاتفاق نووي وعنده مشاكل داخلية هو في مبدو كل تعهدات ترامب وكل برنامجه بيخارج يعني إطار التنفيذ على الأرض الواقع لانه وفعلا ايران عندها حاجه لما تقول تلقينا اشارات متناقضه طبعا سريعا كده اوباما كير ده مشروع للرعايه الصحيه عمله في 2010 وتم التصديق عليه بعدها تقريبا في 2012 خاص بانه التامين يبقى متاح للجميع الشركات التامين ما تتدخلش في عقود التامين يبقى باسعار منخفضه يبقى الطبقات الفقيره كلها موجوده يعني تحت اطار المشروع يعني حاجه اشبه كده بالانظمه الاشتراكيه كان مستغرب انه يبقى موجود في الولايات المتحده لكن هو اوباما عمله
هو اصلا جه ترامب بيطرح نفسه باعتباره مهتم اكتر بامريكا من جوه، مش امريكا اللي بتهتم بالقضايا الخارجيه، السياسات الخارجيه الامريكيه، السياسات الخارجيه. وعشان كده كنا متوقعين مثلا انه ميزانيه وزاره الدفاع الامريكيه تنكمش، فلقيناها زادت. ايوه لقينا القوات الامريكيه مثلا بتروح لاماكن ثانيه ما كانتش موجوده فيها، لان انا بتكلم على بعض المناطق الملتهبه مثلا كوريا مثلا بعت قوات، وقولوا يعني هو بدا بالعكس، بدا بالعكس بيتكلم على العلاقات الخارجيه والسياسات الخارجيه، بدا يتكلم على انه هيحارب الارهاب. طبعا كل الناس كانت فاهمه داعش وجبهه النصره والمجموعات المسلحه العامله يعني ازمه في الشرق الاوسط في المنطقه بتاعتنا دي، لان انا بتكلم على حد تاني خالص، بيتهم ايران بان هي يعني المسؤول الاول عن الارهاب، ما قالش حتى جنبها حد تاني، ما قالش ايران مثلا وداعش وجبهه النصره وراح، لا ركز على ايران. فدي الاشاره اللي راحت لايران باعتباره انه هيلغي فعلا الاتفاق النووي. النهارده فوجئنا بالعكس. ايه اللي بيحصل في الولايات المتحده؟ ما حدش عارف، لكن هو علامات الاستفهام بتبتدي من لحظه اللي ابتدى فيها الاحتجاج على نجاح ترامب نفسه. حضرتك فاكره الاحتجاجات في عدد من المدن؟ طبعا هو عنده مشاكل داخليه من البدايه. بالظبط، ناس من اللوبي اليهودي كانوا بانفسهم موجودين في تغذيه الاحتجاجات، شفنا حتى حلفائهم يعني الاخوان المسلمين موجودين بيحتجوا ضد ترامب ومش مشاركين في المظاهرات، شفنا مطالب كمان باعاده فرز بعض اللجان. فكانت في اشارات كده ان ممكن الانتخابات يبقى يعني على المحك ويبقى فيها كلام لإعادتها. فجأة كل الاحتجاجات دي بتقف، وفجأة ترامب بتراجع عن كل اللي بيقوله. إيه اللي حصل بقى في الوسط؟ هل قعدوا مع بعض؟ هل في اتفاقات تمت مع بعض الجهات الخفية في الولايات المتحدة الأمريكية أو اللي بتدير المشهد السياسي؟ ما حدش لسه عارف. هذا التخبط في القرارات الصادرة من قبل ترامب ده بيعكس إيه؟ من وجهة نظر حضرتك؟ بيعكس اللي احنا قلناه، انه هو فعلا جاي دون رغبة اللوبي اللي بيحكم الولايات المتحدة، وده عشان كده كان كل وسائل الإعلام ضده وكانت متوقعة فعلا. هل بيعكس ان هو كشخصية غير مؤهل سياسيا؟ طبعا ده جزء من الأسباب، لانه ما كانش بيمارس سياسة، راجل أعمال كل طموحه كان في الاقتصاد، وفجأة بنشوفه. لكن هو بالفعل كان ينتمي لحزب سياسي ومؤسس لحزب سياسي. لكن هو بنفسه ما كانش حد يعني من اللامعين اللي مرشحين مؤهلين، فجأة لقينا اسمه مطروح. حتى كان مسار، لو حضرتك فاكرة وأكيد فاكرة، إنه كان مسار سخرية طول الفترة اللي قبل الانتخابات. ده حقيقي. لغاية فوزه يعني، حتى كان فوزه كان مفاجأة للجميع. طبعا كان رغم مفاجأة. الحمد لله كنت كاتب إنه هينجح يعني، لكن ما أعرفش. طب ليه توقعت إنه هينجح؟ برغم إن فعلا الكل كان شايف إن هيلاري. توقعت إنه استخدم الإعلام المؤثر حاليا هو السوشيال ميديا، وساب الإعلام التقليدي لكل الناس. أوكي. الاهتمام بالداخل، قلنا إنه فرصة إنه الأمريكان يختاروا حد مهتم بشؤونهم الداخلية، لكن فجأة يعني كل الترشيحات اللي كانت ماشيه مع هيلاري ما كانتش مظبوطه. تتوقع انه هيكون في مفاجآت في الفتره القادمه على الساحه الدوليه بالنسبه لترامب؟ هو يبدو انه مصر يبقى موجود في المشهد السياسي يوميا، سواء بتصريحات سواء بقرارات سواء بتخبيطات مش هتفرق. يعني حتى يعني ممكن يقول اي يعني مش هقابل فلانه، ومحدش داعينه يقابل فلانه اصلا، فتلاقي كل يوم في فرقعه بيعملها. ايوه يبعت يحاصر كوريا الشماليه وبعد كده يقول تصريحات. هو عايز، هو بصفته طبعا ان هو رئيس يعني اكبر دوله موجوده في يعني في الدول الغربيه او من الدول العظمى اللي موجوده، هل هو بيستغل الشو ده ان هو يلفت النظر ليه عشان يلهي او يعني يمرر حاجات تانية العالم ما يكونش ملتفت ليها مثلا، ولا هو عنده مشكله ان هو شخصيه نرجسيه؟ لا هو طبعا فضلا لانه حضرتك عارفه دول مش يعني رؤساء امريكا مش بيبقوا منسبين، بيبقى في مؤسسات طبعا بتشتغل وراهم وبتتابعهم وبتسبقهم كمان ببعض الاجراءات، لكن هو يبدو انه تركيبته شخصيه فيها يعني النزعه دي. لانه كمان لاول مره بنشوف تحالفه مع روسيا مثير للدهشه يعني. ما تقدرش امريكا تعيش من غير عدو، فاذا كان هو بيصادق روسيا بهذا الشكل، فمين العدو اللي هيختاره في الاخر؟ ترامب علشان يبني عليه مواجهه امريكا لهذا، لانه عارف حضرتك اكيد انه امريكا من غير عدو ممكن تنهار من جوه، والتناقضات الداخليه بين الولايات تظهر يعني. فلازم يختاروا عدو طول الوقت عشان يبقوا يعني في خطر خارجي يوحد الامريكان، زي ما قال ميكافيلي في كتابه الامير، يعني يبقى لازم في خطر في الخارج
تقدر توحد عليه المواطنين. فامريكا من غير عدو مش هتقدر تعيش. طب اذا كان هي كل هذه الصداقه مع روسيا الى حد يعني قربوا من التحالف في بعض الملفات، يبقى مين العدو اللي هيختاره ترامب الفتره اللي جايه؟ مين؟ ايران. يوروبا طبعا، هو الغالب ايران، بس طبعا بعد قرار الكونجرس رجعنا تاني لنقطه التخمينات الصعبه. طبعا عايزين نقول مشاهدينا عاجل الان، الرئيس السيسي يصل اكاديميه الشرطه ليشهد حفل تخرج دفعه جديده من طلبه كليه الشرطه. في النهايه طبعا بنشكر ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت، وبنشكرك شكرا جزيلا على ضيافتك. نشكرك مشاهدينا. الفقره اللي جايه تابعونا فقره هامه جدا وهي عن الاسكان، لكن قبل الفاصل تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن ذكرى ميلاد الفنان الجميل الراحل فؤاد خليل، واللي اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية في العديد من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية. تعالى تاني في الدور التحتاني، حلو، ناكل لحمة ضاني ونحل بالدهان. يا سلام، هو ده راية ستامول يا عترة المؤلفين يا مكيافة. اشتهر بتقديم الأدوار الثانوية في السينما المصرية، لكنه ترك بأدواره أثرا إيجابيا كبيرا في نفوس المشاهدين. الفنان فؤاد خليل، ولد خليل في 19 من يوليو عام 1940 بالقاهرة، وتخرج في كلية طب الأسنان عام 1961، وبدأ رحلته الفنية مبكرا وهو ما يزال في 11 من عمره، حيث أسس فريقا للتمثيل قبل أن يشهد عام 1968 ظهوره الأول من خلال مسرحية سوق العصر. أشهر شخصية قدمها الراحل فؤاد خليل هي شخصية الرئيس ستاموني التي قدمها في فيلم الكيف مع الفنان محمود عبد العزيز، كما شارك في ظهور شرفي في فيلم جاءنا البيان التالي مع الفنان محمد هنيدي. على العموم في سؤال البرنامج، حضرتك بتعمل ايه؟ بعمل حمام سباحة للعيال بتفوح الروايح منه. ايوه، وبيتقل علينا منه. خليل اعتزل الفن عام 2004 بعد إصابته بشلل رباعي، قبل أن يرحل عن عالمنا في 9 من إبريل عام 2012 بعد صراع طويل مع المرض. هرسفد، هو أنت من اللي بيبات ناشف ويصحى مبلول؟ يبقى مين حضرته؟ القصة تاروتا جارنا. قصة في إيه؟ قصة بوجدي أسبوغ وكوي. إيه؟ قصة بوجدي أسبوغ وكوي. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة موضوعنا أعتقد يهم كتير جدا من السادة المشاهدين، نتكلم فيه عن المشروعات اللي بتطرحها وزارة الإسكان، سواء فيما يتعلق بسكن مصر، الوحدات السكنية، كمان أراضي الإسكان الاجتماعي والأراضي المطروحة بالنسبة للمستثمرين. هنتابع كمان مشروعات الإسكان اللي تم فعلا طرحها واللي الناس حاجزة فيها واللي من المفترض أنها تستلم وحدتها بالنسبة للمتعثرين، الحل هيكون إيه. كمان هنتكلم أكتر عن مشروعات الصرف الصحي، مشروعات المياه وغيرها من المشروعات اللي بتهم السادة المشاهدين. عشان كده احنا النهارده هنفتح الملف ده وهنستقبل مشاركات حضراتكم لو حد عنده اي استفسار. بس خلونا نرحب الاول بضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان. اهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الورد منورنا. صباح الورد عليك. قبل ما نبدا حوارنا مع بعض هنشوف دلوقتي مع بعض اهم انجازات وزاره الاسكان ونرجع علشان نبدا حوارنا. Thank you.
اهلا بحضراتكم من جديد مره ثانيه. برحب باستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان. اهلا بحضرتك. أهلاً. وخلينا نتكلم في البدايه عن عن المشروعات اللي هيتم طرحها قريبا. نبدا بمشروعات الاراضي اللي هيتم الاسكان الاجتماعي اللي هيتم طرحها. احنا عندنا الايام القليله القادمه عندنا اكثر من طرح هنطرح وزاره الاسكان، ده في اطار خطتنا لتوفير وحدات سكنيه لمختلف شرائح المجتمع، وكذلك قطع اراضي برضو تناسب مختلف شرائح الدخول. عندنا ان شاء الله يوم 30 في الشهر ده طرح كراسات الشروط في فروع بنك التعمير والاسكان الخاصه بحوالي 24,000 قطعه ارض. بنقسم الاراضي ديت لثلاث اقسام، اراضي بنسميها اراضي الاسكان الاجتماعي، ودي بتكون اراضي صغيره الحجم وبتكون مدعومه في سعرها من الوزاره، ومدين فرصه ان ممكن لحد صغيره أربعة. الحجم قد ايه حاجة؟ صغيره الحجم بتتراوح ما بين 209 متر حتى 300 متر تقريبا. طبعا. دي بنسميها اراضي الاسكان الاجتماعي لانها بتطبق عليها شروط الاسكان الاجتماعي، انها اولا مدعومه من الدوله، ثانيا ما ينفعش ياخد فيها غير مواطن ما خدش اي حاجه قبل كده من الدوله، ثالثا ان هي ما ينفعش يبيعها او يتاجر فيها او يسمسر فيها، الكلام اللي كان بيحصل زمان ده. عشان كده هي أراضي في ضوابط بقى، في ضوابط وفي شروط للاراضي دي بالذات عشان التلاعب بالظبط يا فندم، زي الاسكان الاجتماعي. ثم بتيجي بعد كده اراضي اسمها اراضي الاسكان المتميز، دي بتكون في اماكن متميزه نوعا ما، وبتكون اراضي اكبر شويه في المساحه تصل الى حوالي 500 متر، وبتيجي الدعم هنا عليها بيكون اقل اللي يا فندم. الدعم مفيش دعم فيها، مفيش دعم بقى، مفيش دعم فيها، ولكن سعرها ما بيكونش غالي قوي لانها مش في اماكن متميزه قوي، ومش ومساحتها برده مش كبيره قوي، برغم ان هي اسمها الاسكان المتميز. ما هي تبقى متوسطه بقى. انا عندي اسكان اجتماعي اسمه متميز، بيجي بعد كده الاكثر تميزا بقى. الاكثر تميزا ده بقى للقادرين اللي عايز ياخد يعمل حمام سباحه ويعمل فيلا ده مواطن مصري برده، فبدي له الارض دي بس بسعرها الحقيقي. بتوصل المساحه لحد 1500 متر، وبيكون في البرايم لوكيشن بقى. ايه الاختلاف ما بين بقى اللي حضرتك قلته دلوقتي اللي هيعمل فيلا وياخد ارض من الحكومه عن اللي هيروح لاي شركه بناء خاصه بتاسس كومباوند؟ لا ده عايز ياخد حاجه برايفت ليه لوحده هو واسرته، هياخد قطعه 1500 متر هيعمل لها سور ليه لوحده، مش في كومباوند ده لوحده. مش هيبقى تبع بقى كوردون يعني مباني معينه. بالظبط كده، مش في كومباوند خالص ده لوحده، هو عايز بقى ياخد مثلا يبني هو وفوقيه ابنه وفوقيه بنته وفوقيه اخوه. اللي هو بيدي العيله هنا بيبقى في شروط مثلا عدد طوابق معين او غيره. كل منطقه عندنا لها ارتفاعات محدده ولها شروط بنائيه محدده ونسبه بنائيه، يبنى على قد ايه من الارض 60% والباقي يسيبه. فين المناطق اللي هيبقى فيها المشروعات دي؟ احنا عندنا في تقريبا المدن الجديده كلها مطروحه، والمناطق اللي الناس بتقبل عليها بالذات عندنا فيها منها مطروحه طبعا للشيخ زايد، 6 اكتوبر، القاهره الجديده، العبور، الشروق، كل المدن المحيطه بالقاهره اللي عليها اقبال والناس بترغب في السكن فيها عندنا فيها. القاهره الجديده لسه فيها قطع اراضي فاضيه؟ القاهره الجديده فيها قطع اراضي. طيب. طبعا القاهره الجديده من المدن اللي لو طرحنا فيها سنتي بتلاقي فيها الاف مؤلفه من المواطنين. طب هي ايه الشروط اللازمه للتقدم للحصول على اراضي او عقارات؟ احنا اهم شرط انه ما يكونش خد حاجه قبل كده من الدوله، لان احنا مستهدفين ان اللي استفاد مره ما يستفادش تاني. طب. حتى اللي مش مدعوم حتى. طب ممكن يكون واحد خد مثلا شقه باسمه ودلوقتي مثلا بيقدم باسم زوجته، ده مسموح بيه؟ لا المسموح بيه يا فندم احنا عندنا ما يسمحش الاسره اللي هو الزوج والزوجه والاولاد القصر. يعني الزوج والزوجه الاثنين كلهم الاثنين ذمه ماليه واحده بالزبط. انما لو ابنه كبر وتخطى ال 21 سنه وعنده ذمه ماليه منفصله من حقه ان هو يقدم. فاحنا بنحاول ان احنا زي ما قلت ان احنا اللي يستفاد مره ما يستفادش ثاني ويدي فرصه لغيره يستفيد. لان احنا هنا بنتكلم عن سكن مصر ولا عن قطع الاراضي بشكل عام؟ سياسه الوزاره حتى في سياسه الوزاره بعد كده في الشقق، حتى لان احنا اكتشفنا ان حتى الشقق اللي مش مدعومه وحتى الاراضي اللي مش مدعومه اصبح هناك ناس محترفه تدخل القرعات وتكسب فيها وبعدين تاخدها وتبيعها. طيب بمناسبة القرعات احنا خلينا نتكلم الأول عن الأراضي المطروحة اللي هي الإسكان الاجتماعي. فكرة التلاعب اللي بتحصل حضرتك عارف طبعا التلاعب ملوش نهاية، بس يمكن من أكتر الحاجات اللي صعب جدا التحكم فيها إن واحد يدخل ب 100 بطاقة ل 100 شخص مختلف، يدخل بأساميهم، يدفع المقدم المطلوب، تمام، ولما ترسي عليه مثلا رسي عليه أيا كان بقى العدد اللي هيرسي عليه يبدا بقى ياخد الضمانات باساميهم برضو. بدايه هو بالنسبه للاراضي الاسكان الاجتماعي اللي هي الصغيره اللي قلت عليها دي ما ينفعش يدخل عليها ويبيعها، يعني هو ياخدها ماشي بس مش عارف يبيعها.
حتى لو راح يعمل توقيف الشهر العقاري، القانون الإسكان الاجتماعي اللي صدر في عام 2014 بينص انه ما ينفعش يتعمل فيه توكيل في الشهر العقاري. وده طبعا وسيله البيع اللي مش هيبيع ويعمل تنازل عندنا كان بيروح يعمل بيع بتوكيل، فمش هيعرف يبيع بالتوكيل في الشهر العقاري. بس ده كان معمول بيه قبل كده، كان زمان يعني قبل قانون الإسكان الاجتماعي لما يطلع قبل 2014 كان ده بيحصل. انما بعد القانون ما طلع اصبح دلوقتي فيه منع للتوكيلات دي غير لما يرجع لاداره الاسكان الاول ويشوف الشقه في الاسكان الاجتماعي او قطعه الارض في الاسكان الاجتماعي وناخد ياخد موافقه مننا يعملوا التوكيل واحنا راضيين. ماشي. ده بالنسبه لارض الاسكان الاجتماعي. انا بالنسبه للارض المتميزه والاكثر تميزا، فاحنا لو شفنا المقدمات هنلاقيها مبالغ ماليه كبيره جدا. فمش هينفع واحد يلم 100 و200 والحاجات دي كلها خالص، بقى غير لو واحد تيكون كبير قوي، وده مش هيحصل اعتقد. انما اللي كان بيحصل ان ممكن واحد يبقى محترف انه يدخل، ربنا رازقه بحظه حلو كل شويه يدخل ويكسب ويبيع. احنا ممكن نتكلم تقريبا نمسك المشاريع مشروع مشروع. تعالى نبدا بمشروع سكن مصر، عايزين ندي معلومه طبعا للناس. هيتم طرح المرحله الاولى منه امتى وفي انهي مدن؟ ده مشروع جديد احنا بنستهدف بيه شريحه محدده من شرائح المجتمع اللي ليها دخل ازيد شويه من الاسكان، من شريحه محدود الدخل، وعايز يسكن في شقه ليها مواصفات خاصه اكبر شويه من الاسكان الاجتماعي وفي نفس التوقيت تشطيبها افضل شويه من الاسكان الاجتماعي. الطرح ده احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعمل الاعلان بتاع اول طرح لهذا المشروع اللي هو بنسميه سكن مصر. الوحدات ديت مساحتها 115 متر مربع، طبعا الاسكان الاجتماعي 90 متر مربع، 115 متر مربع، ثلاث غرف وصاله مشطبين تشطيب كامل مميز. الوحدات دي هتكون في ست مدن جديده، القاهره الجديده والعبور وبدر و 6 اكتوبر ودمياط ومدينه المنيا الجديده. المدن السعر تقريبا بيبقى كام؟ سعرها تقريبا كام؟ وهل في اي شكل من اشكال الدعم للنوعيه دي من السكن؟ لا الوحدات دي مش مهمه، هي صورها معانا كمان على الشاشه. عايزين المشاهدين ده الماكيت بتاع الوحدات اللي احنا هنطرحها في مشروع سكن مصر، وده مشروع جديد وده هيكون احد المشروعات المميزه اللي هتطرحها الوزاره. حلوه جدا. بالظبط كده، ده حلوه جدا. احنا عندنا اكتر من مشروع بنحاول ندي فيه لمسه جماليه ونضاهي بيها تقريبا القطاع الخاص، منها سكن مصر ومنها مشروع دار مصر للاسكان المتوسط اللي هو بقى الشريحه الاكبر شويه في الداخل اللي بيبقى في كومباوند مغلق وخدمات مختلفه. الدفعه الاولى للحجز كام؟ الدفعه الاولى اللي عايز يحجز هيدفع 10% من اجمالي ثمن الوحده، ومدين لاول مره ميزه اللي هيدفع كاش هياخد او التسديد الفوري يعني هياخد خصم خاص على الدفع ده تقريبا إيه خاص تقريبا ده. ممكن يوصل ل 10% من 10%. وهي سعر الوحده تقريبا كام او سعر المتر حتى؟ لا هو سعر المتر وسعر الوحده بيختلف من مدينه لمدينه. ما انا مش هخلي مدينه المنيا الجديده زي القاهره الجديده. ماشي. ولكن اللي عايز اقوله ان سعر الوحده دي مش مدعومه ولكنها سعر اقل يعني شويه من سعر مثلا السوق. لو قلنا هو سعر الاسعار الغدات بالظبط لسه ما تمش تحديدها تحديدا دلوقتي، بنفنش كراسه الشروط وفيها اكتر من حاجه، منها سعر اسعار الوحدات واسعار الامتار وطريقه السداد ونفس ده في شروط معينه يعني اهم شرط برضه زي ما قلته انه ما يكونش خد حاجه قبل كده من الدوله، ده اهم شرط. لكن في مثلا مستوى معين للدخل؟ لا بتشترطوا مستوى معين ولا مش مستوى معين للدخل؟ مش مستوى معين للدخل لان الشقه دي زي ما قلت مش مدعومه، حتى لو كانت هي اقل شويه. طبعا القطاع الخاص بيبيع لو عنده شقه 115 متر بيبيعها. طب انا اسال حضرتك عن حاجه، طب طالما ان السعر حر وسعر السوق تقريبا، ليه 115 متر؟ ليه ما بقاش في 170 متر 200 متر واللي عايز يشتري؟ انا عندي يا فندم اللي هتقول تعليق ده وزياده في ما هو ده انت حضرتك بتقول بيبدا من 115. لا مش بيبدا، لو انا عندنا كوزاره اسكان بندي كل الشرايح. محدود الدخل نفسه يا استاذ ايمان ما هوش دخل واحد، يعني اللي بياخد 1000 جنيه في الشهر ده محدود الدخل. طب احنا ممكن نقول اسعار بالتقريب مثلا بالتقريب؟ لا مش عندي يا فندم والله. اللي بياخد 5000 جنيه في الشهر محدود الدخل برضه. واللي بياخد 10 محدود على فكره. لا كده مش محدود طبقا للقانون ده. بعد ارتفاع الاسعار احنا كلنا بقينا بعيدا عن الدخل على فكره. ده طبقا للقانون ده متوسط ده. فانا عندي بنبدا اول حد بياخد عندي اللي هو بقى الاقل دخلا بنديله حاجه اسمها الوحدات الاسكان الاجتماعي بالايجار، بياخد اوضتين وصاله ب 300 جنيه في الشهر او ثلاثه وصاله ب 410 جنيه في الشهر. واعتقد ده مش فين. موجود في اي حته لو طبعًا. حتى في عشوائيه، العشوائيه المتر الايجار فيها اوضتين وصاله بيصل ل 1000 جنيه دلوقتي. طب بس ده ازاي يعني الواحد يتقدم ليه ازاي؟ بقرعه مثلا ولا من خلال ايه؟ كذا مره والناس بتحجز فيه. ده بالنسبه لاول شريحه بقى الناس اللي تحت. يجي الشريحه اللي بعدهم ده حضرتك قلت لي اسم المشروع ايه؟ الاسكان الاجتماعي بنظام الايجار. تمام. يجي بعدها شريحه محدود الدخل والشباب لسه خريج جديد عايز يتجوز عايز يعمل يجيب بيت
فبنعمل له اسكان اجتماعي بقى اللي هو العادي 90 متر مربع ثلاث غرف وصاله، وده بالتقسيط على 20 سنه والوحده 90 متر، والتشطيب اللي حضرتك بتشوفوه كلكم في مشروع ده مدعوم ولا مش مدعوم؟ ده مدعوم طبعا، ده مدعوم، مدعوم طبعا، يعني تقسيط على 20 سنه وفي نسبه من الدعم، مدعوم في ثمن الوحده ومدعوم في المرافق اللي بياخدها والخدمات اللي بياخدها ومدعوم في الفايده اللي بياخدها على 20 سنه. أيوة. حضرتك لو رحت تاخدي فايده دلوقتي من اي بنك هيحاسبك اقل حاجه 20% 20% بالظبط كده. احنا الفايده بتاعتنا 5% اللي دخله 1400 جنيه فاقل، و7% اللي دخله من 1400 لحد 3500، فبالتالي مدعوم جدا. طب نروح الشريحه اللي بعد كده بقى سكن مصر اللي انا اتكلمت عنه شويه، ثم يجي الشريحه المتوسط الدخل بقى عايز كومباوند وعايز مساحه كبيره، فبنعمل له مساحات من 100 متر ل 150 متر متوسط تمام. الدخل اوكي، ونعمل له مشروع في كومباوند لدار مصر. القادر بقى عندنا برضه، القادر برضه زي ما بنجيب له اراضي ل 1500 متر بنجيب له شقق من حصه وزاره الاسكان في مشروعي مدينتي والرحاب. احنا عندنا حصه في الرحاب ومدينتي من الشركه لما خدت الارض، بس دي بتبقى اسعارها غاليه جدا، اسعارها غاليه جدا لان هي غاليه جدا خلاص بقى تدخل في ملايين هنا بالظبط. لا مش ملايين يعني، يعني مليون مثلا حسب المساحه برضو. احنا عندنا مساحات متنوعه من 58 متر لحد اكبر من كده بكتير. دي سعرها سعر المتر بيبقى كام؟ سعر المتر بيختلف من وقت لوقت، يعني اخر متر طرحناه مثلا كان في مدينتي على ما اتذكر كان ب 6600 جنيه المتر. والرحاب ماشي، والرحاب كان اغلى، 10000 9000 او 9000 ونص حاجه زي كده اخر حاجه على ما اتذكر. وده برضو عندنا ميزه فيه، عندنا ميزه فيه ان احنا عندنا وحدات جاهزه بنسلمك فورا. لما حضرتك لو رحت للشركه اللي هي بتبيع الوحدات دي هتاخدي كام سنه على ما تستلمي، فانا عندي زي ما عايز اقول. طب بس ما فيش تسهيلات في السداد؟ طبعا في تسهيلات في السداد، مع فايدة؟ كل التسهيلات في السداد موجودة تمام عندنا. بس مع حساب فايدة؟ في مشروع سكن مصر ده مثلا عندنا تسهيلات في السداد لغاية أكتر من 6 سنين هنديها إن شاء الله بدون فوائد مع تسدد مع وزارة الإسكان. طب لو في سكن عايز مصر الخمس سنين دي أنا مش أكتر قادر أكتر من 6 سنين أو لو في حد مش قادر يعني يستمر في التقسيط دي، هل ممكن إن هو يروح للتمويل العقاري؟ بالظبط يا فندم، أنا لسه بكمل أهو، يا إما تسدد معانا 6 سنين أو أكتر حسب ما هنرسى. أيوة. ودي يمكن خلال ساعات هنقرر القرار الأخير في الموضوع ده عشان قرارات الشروط تطبع، أو إن هو يروح للتمويل العقاري وده لغاية 20 سنة وبفايدة 8% فايدة قليلة جدا مش موجودة برضه في السوق، لأن الوحدات ديت برضه وحدات لم تصل إلى الحد اللي حدده البنك المركزي اللي ممكن ياخد الفايدة بنظام التمويل العقاري 8% المبادرة اللي عملها البنك. طب إيه شروط التمويل العقاري؟ هل في التمويل العقاري شروطه بالدخل بيجيبها لو عايز تاخد الفايدة القليلة اللي هي 7% تكون دخلك ما يزيدش عن 3500 جنيه زي ما قلت. لو عايز تاخد الفايدة اللي هي 8% اعتقد وصلوها ان يكون دخله ما يزيدش عن 12000 10000 حاجه زي كده. يعني في شروط برضو بتحكمنا في الدخل، انه الدخل يكون وثمن الوحده، حتى ثمن الوحده ما يزيدش عن مليون جنيه. طب ايه الاجراءات اللي بتتخذوها عشان ما يتمش اساءه استخدام الوحدات؟ لان برضو يعني حضرتك يمكن ذكرت ان التقسيطات على سنين طويله، بتتكلم في 20 سنه، ده ممكن يكون ناس عاشت وناس ماتت. احنا في الاسكان الاجتماعي على سبيل المثال، وده طبعا هو ده اللي بيبقى فيه شريحه الدخل الاقل اللي هم دايما بيغيروا في الوحده وعندهم ثقافه غير ثقافه الكومباوند للناس اللي عندهم ساكنين في وحدات اغلى سعرا. فدول احنا حاطين ضوابط صارمه وشروط في المشروع. رقم واحد ان ما يقدرش يبيع، ما يقدرش ياجر. رقم اثنين ما يقدرش يغير النشاط بتاع الوحده، يعني ما ينفعش اصبح الصبح الاقيه فتح حالي سوبر ماركت او فتح. طب لو عمل كده هتعملوا ايه معاه؟ بنطبق عليه القانون وبتغلق الوحده وبيتحول للنيابه العامه، وحصل بالفعل. طيب حصل. الوحدات الثانيه اللي بتباع خلاص ما فيهاش دعم من الدوله، في الحاله دي هو ممكن يتصرف فيها، ممكن يعيد بيعها يعني فيها لو عايزه؟ ما فيهاش وقت دعم من الدوله من حقه يبيعها، ما فيش مشكله. ولو عايز بقى يبيع بيع قانوني مظبوط بيجي عندنا الوزاره ويدفع قيمه التنازل وبتغير قيمه التنازل كم حاجه صغيره مش عارف، بس المهم يبيعها وحده سكنيه مش تتحول لحاجه تجاريه. لا طبعا وحده سكنيه. وبياخد وبيبيع وبياخد يدفع قيمه التنازل دي وبيتحول المشتري اللي هو الوحده باسمه، واعتقد ده امن لاي حد عايز يبيع. بمناسبه اللي عايز يبيع بتوكيل برضو ده شيء قانوني، ولكن انا ما انصحش بالكلام ده لانه مش مضمون. ممكن يسجلها في الشهر العقاري لو التوكيل ما بيتسجل في الشهر العقاري. بس لا قدر الله انا اشتريت من مواطن ولا سكنيه بالتوكيل، المواطن ده مات وانا لسه ما استلمتش. طب ما هو هيروح يسجلها في الشهر العقاري. جه اسرته قالوا له لا التوكيل طعنه في التوكيل. ما الحاله في الشهر العقاري هو لا يسجل. كدوله يا فندم هتعامل مع الملك الاصلي، والملك الاصلي ورثته قالوا مش هتعامله، هتدخل في صداع قانوني، تدخل القضاء يعني سنين. انا بنصح الناس تنازل تدفع في وزاره الاسكان تنازل قيمته مش كبيره، بس تطمن نفسك وتطمن اسرتك بعدك
لو عندك اطفال صغار هياخدوا الوحده دي مثلا بعدك، تدفع التنازل ده وتخليك ماشي قانوني احسن من التوكيلات. احنا هيكون معانا تليفونات بعد ما نستقبلها. مهم قوي نعرف برضو المناطق العشوائيه الغير امنه اللي بتكون موجوده في محيط الضغط العالي، انتوا بتتعاملوا معاها ازاي؟ هنعرف ده. ماشي. معانا على التليفون استاذ محمود من بني سويف. صباح الخير فندم. استاذ محمود اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل. انا ليا قطع اقصى وتميزا في القاهره الجديده. ماشي يا فندم. ايوه ماشي يا فندم. انا ليا قطعه ارض اقصى تميزا في القاهره الجديده، في مدينه القاهره الجديده. هل من حقي اقدم في مدينه بني سويف في المتميز اللي قواصل الشروط هتنزل اخر الشهر ده؟ لا يا فندم. الاجابه لا. الاجابه لا. واحنا حاطين شرط في الاعلان نزل الاسبوع اللي فات في الجرايد، وقلنا ان الشرط انه ما يكونش سبق له الحصول على قطعه ارض او وحده سكنيه من الدوله. بس هي مش مدعومه هنا، هو دفع ثمنها. يا فندم انا قلت من شويه انا عايز الناس اللي ما خدتش تاخد. اه هو خد كده حتى لو مش مدعوم. انا عارف ان حضرتك هتقول مش مدعوم. لا بس ماشي خلاص. طب السؤال الثاني، السؤال اتفضل يا فندم. لو واحد واخد شقه في دار مصر من حقه ياخد قطعه ارض في بني سويف مثلا؟ لا احنا برضو قلنا الشرط ده هينزل نازل برضو عند حضرتك في الاعلان اللي نزلناه، اللي خد وحده سكنيه من الدوله او قطعه ارض مش ما يقدمش تاني. انا عندي للاسف الشديد يا استاذ ايمان في ناس زي ما قلت اصبحوا العفو يعني شغلتهم الشغل الاولانيه والاخيره ان هم يجيب المقدم بتاع القرعه، العقارات على فكره مقدم القرعه ويروح يقدم. أوه. وحظه حلو بيكسب كل شويه ويقعد يبيعها ويكسب ويبيع ويكسب وغيره ما خدش. طب انا عايز ادي فرصه اللي ما خدش. صح صح. احنا معانا كمان استاذه ساميه من القاهره. استاذه ساميه صباح الورد. ايوه صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. من فضلك والله كنت عايز اعرف امتى هينزل في القاهره الجديده الاسكان المتميز اللي هو بدون دعم اللي هي 180,000. كتير قوي بسمع ان هي هتنزل وما بتنزلش. لا يا فندم احنا مش هننزل الاسكان المتميز ده اللي هو في القاهره الجديده. احنا نزلنا في القاهرة الجديدة النهاردة لسه كنت بتكلم عنه اهو، مشروع اسمه سكن مصر. سكن مصر دي وحياة 115 متر ونازلة في القاهرة الجديدة ونازلة في العبور ونازلة في بدر و6 اكتوبر. طب مقدمها قد ايه تناسب يعني الاعلان يا فندم؟ الاعلان نازل الاسبوع الجاي في الجرايد وسحب كراتات الشروط هيبقى يوم 15 اغسطس 15/8 الشهر الجاي ان شاء الله من فروع بنك التعمير والاسكان. طب من فضلك سؤال تاني ممكن؟ اتفضلي يا فندم. كنت عايز اعرف بس دار مصر لو نازل في القاهره الجديده عايز اعرف مقدم قد ايه وقفت قد ايه؟ على 20 سنه مش 6 سنين. دار مصر الاسكان المتوسط المرحله الثالثه هنزلها ان شاء الله وفي فيها في القاهره الجديده، بس الامانه فعلا الاسعار لسه ما خلصتش لان احنا بنجهز. يعني اللي كان نزل قبل كده عايز اعرف في حدود قد ايه كان لو على 20 سنه بس؟ اللي كان نزل قبل كده كان باسعار كان اغلى متر على ما اتوقع في القاهره الجديده كان ب 4200 جنيه ومش هيحصل تاني لان الاسعار تضاعفت. ده من فتره ده كان بالظبط. القسط يعني عايز اقول ده القسط كان 4000 جنيه ولا المتر كان ب 4200 جنيه يا فندم؟ المتر كان ب 4200 جنيه. انا عايز اعرف بقى لو على 20 سنه. لا لو على 20 سنه انت بتحسبيها انت مع التمويل العقاري وانا ما اعرفش الحسبه لانها تختلف من شقه لشقه كمان. طيب من متر من شقه لشقه ومن مكان لمكان. شكرا. انا عايز اقول الاسعار ضاعفت اكتر من مره. احنا الاسكان الاجتماعي اللي المحاسبين عليه المواطن ب 154000 جنيه الوحده بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار مواد الخام مواد البناء على رأسها، احنا دفعنا للمقاولين تعويضات للمقاولين وفروق أسعار في بعض الأماكن وصلنا الوحدة ل 200,000 جنيه وما خدناش مليم من المواطن الدولة. بس حضرتك عارف ان دلوقتي سعر المتر في القاهرة الجديدة بيتراوح ما بين 8 9 يعني في الحدود دي. لا يا فندم في أسعار ده في الكومباوندز المقفولة بتبقى أكتر من كده. في الكومباوندز المقفولة الأسعار وصلت ل 15,000 وأكتر من كده. أيوه طيب ممكن احنا وعلى فكرة الأسعار اللي حضرتك بتقوليها 15,000 ديت عطوب مش متشطب. احنا بنسلم تشطيب كامل. احنا هنرجع طبعا للتليفون بس في 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 سؤال جالنا في 6 اكتوبر هيبقى في اراضي هيتم طرحها امتى؟ مطروحه يا فندم في القرعه اللي جايه اللي جايه دي اللي هي يوم 30 بالظبط يوم 30 صاحب كراسات الشروط. مطروح في اكتوبر في التوسعات الشماليه في الاكثر تميزا وفي التوسعات الشرقيه في المتميز واعتقد كمان في الاسكان الاجتماعي في اراضي الاسكان الاجتماعي الصغيره مطروح في اكتوبر كمان. تمام. طيب احنا معانا منى من الجيزه. منى صباح الخير. منى استاذه منى معانا؟ طيب فقدنا للتفاق. طيب في احمد في احمد كمان من الجيزه. احمد الو. ايوه صباح الورد اهلا بيك. صباح الفل يا فندم. اهلا بيك اتفضل. ربنا يخليك. انا كنت عايز اسال دكتور الاستاذاني على بخصوص الشقق ال 60 متر، هل في شقق 63 متر لسه بتتكلم في الجيزه في اكتوبر؟ ان هو جات لي رساله من البنك كنت بقدم في اعلان قديم جدا من 2014
وقالوا لي ان الشقق 60 متر، فهل الكلام ده حقيقي فعلا ولا لا؟ يا فندم احنا ما عندناش في اكتوبر في اسكان اجتماعي شقق 63 متر خالص. ما عندنا كل اللي موجود في اكتوبر بالنسبه لوزاره الاسكان 90 متر مربع، 3 غرف وصاله. ده اللي قدمت عليه في الاسكان الاجتماعي اللي هو حضرتك شايفه على الشاشه دلوقتي، ده هو ده اللي احنا بنعمله الاسكان الاجتماعي، 3 غرف وصاله 90 متر مربع، ده اللي موجود في اكتوبر. تمام. محافظه، عشان بس ممكن اجاوب يكون المعلومه ديت، محافظه الجيزه اللي عندها مشروع في اكتوبر من مشروعات الاسكان القومي القديم لسه بتنفذ فيه لغايه دلوقتي، ده 65 متر، محافظه الجيزه مش وزاره الاسكان. تمام. ومش مشروع الاسكان الاجتماعي. طيب شكرا لحضرتك. كمان استاذه فاطمه معانا، صباح الخير استاذه فاطمه، اهلا بيكي معانا التليفون. ايوه اتفضلي، صباح الخير. ايوه يا حبيبتي، دلوقتي انا ابني خد شقه في اسكان الشباب وبعدين اتنازل لي عن لاخوه عشان يتجوز فيها. تمام. فهل هو من حقه دلوقتي ياخد يقدم على شقه تاني؟ يعني هو اداها لاخوه عشان يتجوز فيها، نزل لاخوه عشان يتنازل فيها ده بشكل رسمي من خلال ورق ولا تنازل؟ يقدم على شقه تاني. هو اداها لاخويا يا فندم، التنازل ده عمله فين؟ عمله عندنا في الوزاره ولا هو اداها له كده؟ نعم. التنازل اللي تنازل ليه لاخوه، تنازل عن عليها عندنا في الوزاره ولا مع نفسه كده؟ لا لا، في اللي هو في بتاع اصلا، تنازل رسمي في الوزاره، تنازل رسمي في الاسكان. لا اذا كان تنازل عن تنازل ليه في الاسكان ده في وزاره يعني الاسكان يعني يا فندم في الوزاره، هل التنازل ده تم في الوزاره؟ ايوه بتاع مشروع مبارك. ايوه التنازل تم في الوزاره. ايوه تمام. اذا كان تنازل رسمي في المشروع مبارك القديم يا فندم، وهو اخوه كان مقدم في نفس المشروع، لان انا اللي اعرفه لازم يكون مقدم في نفس المشروع وخد الوحده، فمن حقه يقدم تاني. اما اذا كان ما تنازلش رسمي، لا احنا بنستفيد مره واحده من الدعم، ما فيش غير هي مره واحده من الدعم، فممكن بقى اخوه نفسه اللي ما كانش قبل كده هو اللي يقدم. طيب بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ومعانا اخر تليفون دلوقتي استاذ هشام من الدقهليه. طبعا احنا عندنا تليفونات كتير جدا، بنعتذر ان احنا مش قادرين نظرا لضيق الوقت، لان عايزين نقدم برضو اكبر قدر من المعلومات. فمعانا استاذ هشام دلوقتي. استاذ هشام اهلا بيك، صباح الورد. الو الو. طيب احنا فقدنا الاتصال، كنا بنتكلم عن المناطق العشوائيه الغير امنه اللي ممكن تكون موجوده في محيط الضغط العالي. الضغط العالي، انا بشكر حضرتك على السؤال ده. احنا عندنا تكليف من سياده الرئيس ان احنا نتعامل مع جميع المناطق غير الامنه على مستوى الجمهوريه، العشوائيه غير الامنه على مستوى الجمهوريه بحلول العام القادم، ننتهي منها ان شاء الله 2018. منها مناطق بتقع تحت خطوط الضغط العالي، عندنا حوالي 45 منطقه على مستوى الجمهوريه بيقعوا تحت خطوط الضغط العالي، عشان الناس تبقى عارفه، عشان ما يقولوش، لان في بعض السكان في هذه المناطق بيطلعوا في وسائل الاعلام المختلفه ويقولوا الدوله سايبانا والدوله فين واحنا بنموت كل يوم. المواطنين اهالينا اللي بنوا في الاماكن دي بنوا اولا معظمهم على اراضي زراعيه، يعني خالف رقم واحد. رقم اثنين بنى تحت خطوط الضغط العالي، لان الضغط العالي مش هو اللي جه فوق العماره، الضغط العالي كان موجود قبله، هو اللي راح بنى تحت خطوط الضغط العالي، وده ممنوع، هو اللي مخالف، وده ممنوع، دي المخالفه رقم اثنين. ورقم ثلاثه بقى بيجي هو يشتكي ويقول اهالينا ان هم بيموتوا كل يوم من الضغط العالي، الضغط العالي ممكن يتصل الوفاه الاضرار بتاعته، وبقى فيه بيحقق بعض الامراض كتيره. الضغط العالي مقصود بيها ابراج الكهرباء، ابراج الكهرباء الضغط العالي العاليه. أيوه. دي أيوه. فبالتالي احنا كتكليف لينا ان احنا نزيل نتعامل مع هذه المشكله، كان قدامنا حلين. رقم واحد ان احنا نشيل الابراج الضغط العالي او نحولها لابراج للضغط اللي بنردمها في التربه في الارض يعني. فعملنا بروتوكول مع وزاره الكهرباء ان احنا ندرس هذا المشروع، هذه المشكله، وبالتالي وصلنا الى حل ان احنا في 11 منطقه بس، كان عندنا اجتماع الاسبوع اللي فات في محافظه القليوبيه، 11 منطقه فقط لا غير، هتكلفنا حوالي 2.2 مليار جنيه. طب في الحاله دي، طب في الحاله دي مش ممكن ان احنا ننقل الناس نفسهم لسكن تاني؟ ما هو ده اللي هقوله بقى، الحل اللي احنا جربناه، هل الدوله معاها 2.2 مليار جنيه عشان تنقل 11 منطقه بس الضغط العالي بتاعهم من اجمالي 45 لناس مخالفين مره واثنين، وفي الاخر بعد ما انقل الخطوط دي واخليها ارضيه هتفضل المنطقه العشوائيه زي ما هي؟ طبعا لا ما معناش. فكان الحل الامثل والاسهل والافضل لكل الطرق ان احنا ننقل اهالينا الموجودين في المناطق ديت لمناطق مخططه وحضاريه في الاسكان الاجتماعي. تمام. فبالتالي وصلنا للحل ده وقلنا كل ابراج كل المناطق اللي هي 45 هنبدا ان احنا
ننقل اهالينا فيهم لمناطق في سكن اجتماعي في نفس المحافظه. طب واللي ما عندوش امكانيه ان هو ينقل ولا ده بشكل مجاني؟ احنا نقول يا فندم احنا هنديهم بشكل مجاني، هنديهم شقه مجاني يا فندم والله. ماشي. طب ليه لما بنلاقي ده بيحصل وبنلاقي ان في خطوه كده ايجابيه من الدوله بنلاقي ان الاهالي بيرفضوا؟ ما هو ليه وبيرجعوا تاني لاماكن سكنهم؟ انا نفسي حضرتك بقى تساليهم السؤال ده نفس الطريقه برضو اللي احنا كنا الناس اللي هل بيتاجروا بالشقق دي؟ يعني إيه؟ الشقق دي بيبقوا عايزين يتاجروا بيها ويرجعوا للاماكن اللي هم كانوا فيها؟ لا هو بعض الناس يقول لك انا مش هتنقل من مكاني، مكانك بتموت فيه كل يوم. محافظ القليوبيه كان عندنا في الاجتماع ده قال من ايام احد الشباب من السكان دول طلع يقعد الدش بتاع التلفزيون مات. فانت عندك اهلك. طب يمكن الاماكن الثانيه اللي بتنقلوا فيها مبقاش فيها مواصلات، وسائل مواصلات مبقاش فيها يعني الخدمات اللي هم متعودين عليها. ويمكن الصور كانت بتوضح ان نعمل كل الخدمات قبل الناس ما بتسكن، المدرسه والحضانه والمسجد والكنيسه ويبقى في وسائل مواصلات ليهم. وسائل المواصلات في بعض الاماكن بتبقى ضعيفه وبنضطر احنا كوزاره اسكان نعمل اتوبيسات على حسابنا، حساب مجلس الامناء مجالس المدن الجديده عشان نوصلهم، ده في المدن الجديده. اما في المحافظات القديمه يعني مثلا احنا نختار لهم مكان في محافظه القليوبيه في المحافظه القديمه نفسها. طب احنا ممكن نتكلم عن الجدول الزمني اللي ممكن مشروع زي ده يستغرقه؟ بنتكلم عن 45 منطقه مش كده؟ احنا بدانا الاول ب 11 منطقه اللي هم في القليوبيه دول، وان شاء الله الحالات جاهزه لو هم الناس سياده محافظه القليوبيه المفروض ان هو ومسؤول صندوق تطوير العشوائيات هيقعدوا يتفاوضوا مع المواطنين دول عشان يتم نقلهم على الفور. تمام. في حاله التواصل الاتفاق اللي هم موافقين على النقل الوحدات جاهزه هيتم نقلهم على الفور. طيب لو اتكلمنا برضو عن لو اتكلمنا عن الاسكان الاجتماعي والناس اللي فعلا حجزت بقى لها دلوقتي سنه تقريبا حاجزه وما استلمتش، المفروض ان هم يبداوا يستلموا امتى؟ اولا انا مبسوط بالناس اللي بقى لها سنه وسنه بقت كتيره. احنا كنا زمان بنقعد 20 سنه ما بناخدش الشقه. ايوه. لا والكومباوندز لو حضرتك حجزت في كومباوندز مش هتستلم قبل 4-5 سنين. الله ينور عليكي. في كومباوندز اللي هو القطاع الخاص. طبعا دافع ملايين. الناس حاجز مع الدوله في سنه وبيكلموني يقول لي ما استلمتش بقى لي فتره كتير قوي. لا وعلى فكره في كمان 10 سنين تقسيطات على حسب برضه في حاجات بتقعد 10 سنين. ده في القطاع الخاص. بالظبط كده. انا بقول بقى اللي بقى له سنه وبقول ان انا ما استلمتش اتاخرت في التسليم، فده شيء مشجع ويدل ان الدوله بقت جاده في انها تنفذ وحيات للمشروع للشريحه دي وبسرعه في التسليم كمان. احنا عندنا الناس اللي دفعوا اللي هم حجزوا من سنه احنا قلنا هيستلموا او هيبدا التسليم بعد ما ينتهوا من القسط الرابع، احنا قسطنا لهم المقدم على اربع اقساط كل ثلاث شهور بيدفعوا 4000 جنيه، القسط الرابع هيدفعوه في شهر جزء منهم هيدفع شهر 8 وجزء هيدفع في شهر 9 اللي جايين ان شاء الله، فبعد ما يدفعوا من القسطين دول هنبدا نسلمهم. ولكن بالصدفه انا عايز اقول على حاجه مهمه، احنا النهارده عاملين خبر في وسائل الاعلام المختلفه بنقول ان عندنا بعض المناطق في المحافظات القديمه عدد الحاجزين فيها اكبر من عدد الوحدات المتاحه وما عنديش اراضي ابني تاني في المدن دي. حضرتك عارفه المحافظات القديمه ما فيش اراضي فيها ملك الدوله ان انا اخدها ابني عليها. الظهير الصحراوي. ما هو مش كلهم عندهم ظهير صحراوي. تمام. ماشي؟ فبالتالي احنا قلنا في بعض الاماكن يا جماعه وحددناها النهارده في خبر النهارده في الجرايد وهنعمل اعلان مدفوع الاجر في الجرايد وفي نفس الوقت هنبعت رسائل للمواطنين اللي هم اولويتهم متاخره نقول لهم انت اولويتك متاخره ومفيش وحدات متاحه تكفي كل الحاجزين ولا اراضي متاحه فمن حقك ان انت تحول المكان الفلاني. بنستهدف حاجتين اتنين، احنا كل اللي حجز وانطبقت عليه الشروط ياخد، ده تنفيذ لتكلفات الرئيس وفي نفس الوقت هو هي دي ما تبقاش قرعه؟ لا ما بتبقاش بالقرعه. لا كنا زمان بنعمل قرعه، انما دلوقتي اي حد عايز بتنطبق عليه الشروط من حقه ان هو ياخد تنطبق عليه الشروط من حقه ياخد، ده تنطبق لتكلفات الرئيس. وبنطبق بقى في الاماكن اللي زي كده حاجه اسمها اولويات، اولويات اللي هي ايه؟ مثلا عندي 100 وحده وتقدم عليهم 1000 واحد، فبعمل ايه؟ باخد الاول المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الاعزب، وفي كل باخد الاصغر سنا لان المشروع اسمه مشروع الاسكان الاجتماعي للشباب ومحدود الدخل، باخد الاصغر سنا في كله. فبالتالي اما اطبق الاولويات دي وبقى حد ما خدش في منطقه فبقول له انت عندي مدينه جديده في نفس المحافظه ممكن تقدم فيها. وادي مثال صغير، عندنا مثلا ناس حاجزين في الوراق وابو النمرس وكداسه دول تابعين لمحافظه الجيزه وما عنديش اراضي تكفي الناس اللي حاجزين فيها. حضرتك نفيت التعاقد مع شركات اجنبيه لتطوير منطقه الوراق مش كده؟ فهنقلهم محافظه 6 اكتوبر.
ماشي. ده بالنسبه للاسكان الاجتماعي. دي حاجه ثانيه بتاعت جزيره الورقه. طبعا دي حاجه ثانيه بس حاجه مهمه، لان كان في كلام قول وعلى فكره الكلام ده يبسطنا، يعني كون ان في شركه اماراتيه او شركه سنغافوريه او ايا كان شركه هتطورها، زي ما شفنا شكل الخرائط وشفنا الاخراج النهائي للمنطقه دي بدل ما هي منطقه تعتبر عشوائيه ان هي هتبقى بهذا الشكل، محدش يكره كده. فايه بس هم شوما ما فيش بس هم ما قالوش الكلام ده. طب ايه اللي هيحصل في الملف ده؟ يا اولا اللي عايز اعرف الناس حاجه مهمه، اللي حصل في الايام اللي فاتت احنا كوزاره الاسكان ما لناش دخل فيه خالص. ده عدد من الوحدات تم بنائهم على اراضي الدوله طبقا للتصريحات الرسميه اللي انا قريتها زي بقيه المواطنين اللي خرجت من عدد من الوزارات. اراضي الدوله كانت الري او الاوقاف او الزراعه اتبنى عليهم وحدات سكنيه من المواطنين متعدين على هذه الاراضي، وفي اطار الحمله لازاله التعديات اللي سياده الرئيس كلف بيها راحت قوات الامن عشان تزيل التعديات. مظبوط. ما كانت الاشاعات اشتغلت وقالوا ان ده جايين يجلم اهالي الوراق وفي مستثمر اماراتي ومستثمر، لا هي اصلا كانت مناطق اصلا غير سكنيه كمان اللي كانوا بيجلوها دي، يعني هو بيهدوا مباني غير سكنيه. لا لا عليك، شفت الصور اللي مشهوره في الجرايد؟ الشقق مش مشطبه اصلا، بالظبط، حيطان وخلاص بالظبط. فعشان بالزبط. الناس اللي بيقعدوا طول النهار يطلعوا في اشاعات، لا هي مش شطبه ولا كان حد ساكن فيها ولا اي حاجه. ده حقيقي. ماشي، فده راحوا يزيلوها، فقعد بقت الاشاعات تشتغل رايحين يجلوا اهالي. هو كان في تعدي واضح على رجال الشرطه في الحقيقه. بالظبط. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان، وصباح الورد. شكرا لحضرتك. الحقيقه كان في اسئله كتير جدا وملفات كتير العاصمه الاداريه وغيرها من الموضوعات، بس ان شاء الله يكون لينا لقاء مع حضرتك مره ثانيه. ومشاهدينا بعد الفاصل هنرجع مع حضراتكم عشان نتكلم. لاحظت امتى ان حد من ولادك بيغير؟ امتى حصلت وامتى؟ والله بعد الولاده الثانيه على طول، بعد الولاده مباشره حسيت. البنت الاولانيه حسيت ان في فرق، ان انا يعني في حد تاني خدها مني، يعني مش بقت هي بعيده عني، بس هي بعد الولاده الثانيه دي. يعني مثلا هي ولاد عمها وكده، ممكن لو في حاجه في ايديهم هي عاوزه تاخدها وكده، حابه هي تاخدها بجيب، حاول اجيبها لها انا عشان اراضيها وكده. وهي حتى انا وامها ومامتها وكده بتحاول، لما مثلا حاجه بينهم وبين مامتها كده ممسكها، لا التليفون مثلا ابسط ما بنقول التليفون، لو انا مسكت تليفون مامتها لا التليفون ماما، هي ماما مسكت التليفون مثلا لا هات التليفون ده بتاع بابا كده، بتغير عليا اول، وهي انا بحبها وهي بتحبني. ممكن بتغير على باباها جدا. لو جيت مثلا اكلمه او كده تيجي هي تقف مثلا معايا، لو انا بحكي له مثلا بحكي له موضوع بقول له حوار او كده، لا هي تقف وتعمل نفسها هي بتتكلم، هي لسه ما بتتكلمش قوي، بس تقعد تشاور وتحكي اللي هو يعني بس تقول لي بس، وعايزه هي اللي تتكلم وهي اللي تحكي، يعني مش عايزه انا اللي هو اي حاجه مع باباها هي اللي تبقى معايا. من اول ما اتولد مشاعر الابوه بتبتدي ان هي تظهر، انك تخاف عليه وتهتم بيه وكده. يعني اكيد طبعا بيغيروا من بعض، لما تجيب لعيل حاجه حلوه انت ما تجيبلوش طبعا غير منه. طبعا طبعا مع فرق السن ده كبير وده صغير بقى فيه تملي فرق غيره باستمرار. انا عندي بنتي كانت هي دلوقتي ما شاء الله يعني كبيره في كليه صيدله وكده، كانت بتغير من العروسه، يعني كنت جايبه لها عروسه بتتكلم وبتنور وبتتحرك قصادها، فافتكرتها طفله لان ما كانش فيه اولاد لسه بعديها وكده، فكانت عنيفه جدا في التعامل معاها. هو طبعا انت عارف الاطفال الاصغر سنا بيبقى هما اقرب للاب والام، يعني ايه بيحاولوا ان هما ايه يعوضوهم اللي هما مش قادرين يوصلوا للتانيين، يعني الكبار. فالكبار طبعا بيغيروا بقى من الصغيرين دلوقتي، مش الصغيرين بيغيروا من الكبار.
زي ما حضراتكم تابعتوا معانا دلوقتي الموضوع اللي هنتكلم فيه عن الغيره ما بين الاطفال بشكل عام والغيره ما بين الاطفال الاخوات بشكل خاص. منورانا دلوقتي في الاستوديو استاذه سهام حسن اخصائي نفسي وتعديل سلوكيات الاطفال. اهلا بيكي. صباح الخير. اهلا بيكي يا استاذه سهام. عايزين طبعا في البدايه نعرف يعني ايه غيره ما بين الاطفال، ولو وخلينا نتكلم الاول على الغيره بقى ما بين الاخوات. ازاي اعرف ان في اخ عند يعني ابن عندي غيران من اخوه او لا هو بيعبر عن احتياجه لحاجه معينه؟ تمام. اولا الغيره كده عشان نبقى عارفينها كلنا هي شعور او ميكس ما بين شعورين، شعور الغضب وشعور الخوف. الطفل دايما او عموما احنا بنغير لما بنحس ان في حد حوالين او بيحوم حوالين حاجه احنا ممتلكينها، حوالين حاجه احنا بنحبها، فاحنا ما بنعرفش نعبر عن الغيره بشكل واضح اكتر ما احنا بنحس بغضب ان احنا خايفين ان هو يمتلك الشيء اللي احنا بنحبه او اللي احنا خايفين ان هو يحصل عليه. فدايما بيبقوا احساسين ميكس داخلين في بعض بيظهروا على شكل الغيره. الغيره بتبدا من سن صغير جدا من عند الاخوات، وهي ملهاش سن محدد كمان. يعني اتفاجئت كده باب بيقول لي ايه انا بنتي عندها 3 سنين واتفاجئت ان هي بتغير، المفروض ان هي كبرت، او 10 سنين المفروض ان هي بقت واعيه وفاهمه ان في اخ اصغر منها محتاج الرعايه. يعني الغيره بتبقى موجوده عند الطفل مع ولاده الطفل، اول ما بيظهر للدنيا يبدا بقى يحس ناحيته بالغيره، زي ما احنا اتكلمنا قبل الهوا، بمجرد ما في طفل تاني نال اهتمام وبقى ملفت عن الطفل الاولاني. يعني حتى في بيت العيله لما بنشوف الاطفال كلهم مع بعض، بمجرد مثلا ما ام جديده داخله ومعاها بيبي صغير فركنوا الطفل اللي كان المفروض طول الوقت مهتمين بيه وبداوا يهتموا بالبيبي الصغير، ده الموضوع ممكن يوصل لحوادث. طبعا ممكن طفل اكبر شويه يعمل جريمه، يعني حاله زي كده ممكن كتير ان هو ممكن يروح يعمل ان هو بيلعبه يكب نفسه بالمخده او ان هو يلعب معاه بعنف شويه، انا كده بلعبه، هو كده بيحاول ان هو يخرج احساسه ناحيته ان هو غيران منه. في امهات تقول لك ايه بس هو بيحبه، ما هو الغيره مش معناها ان انا هكره، هو انا بحبه فعلا وحاسس بناحيته من اخوه، بس كل الفكره ان انا مش عايزك تشاركني اهتمام ماما وبابا، مش عايزك تاخد البساط من تحت رجلي. طب مره هنا التعامل ازاي؟ لان كمان لو في حضور بقى عدد كبير من الناس الموضوع بيكون محرج جدا بالنسبه للام لما بتلاقي ان طفلها الاكبر بيبدا يعمل سلوك مش مقبول من الكل. تمام. اول حاجه لازم ان انا امشي في خطوات كده، لو انا لسه حامل في البداية خالص عرفت ان انا حامل، الطفل بيحس، يعني دي غريزة جواه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان هو بيحس ان قبل حتى بروز البطن ان هو ماما يعني في خطر جاي بالظبط، في قلق، فبيبدا مظاهر الغيره تبان عنده، ان هو مثلا ما يبقاش ليه شهيه للاكل، يبدا يروح يضربها في بطنها، او ان هو طول الوقت عايز يقعد على رجلها او عايز يروح ينام جنبها، كل دي مظاهر للغيره. فلازم الام تبقى عارفه في الوقت ده ان ابني غيران، او ارقاده الاظافر، او ان هو يمسك في شعره ويقطعه، او ان هو يعمل تبول لا ارادي بعد ما هي تكون خلصت البوتي تريننج. لا كلها مظاهر بتدل على ان ده هي غيره ولا احساس بعدم الامان ولا الاثنين متضفرين في بعض. لفت الانتباه ده اول حاجه، ان هو بيلفت انتباهها ان هو غيران، لان الطفل الصغير مش هيعرف يجي يقول لك انا غيران. ايوه. فطبيعي ان هو بيعبر عن احساسه او مشاعره من خلال السلوكيات كرد فعل على غيرته. يعني دايما بقول للام ايه، طول ما انت عارفه ايه الفعل اللي انت عملتيه فانت ضامنه ان رد الفعل ده طبيعي جدا لفعلك. طب الام تتصرف ازاي؟ خلاص هي عرفت ان هي حامل وعايزه تعمل زي خطوه استباقيه انه الطفل ما يعديش بقى بالمراحل اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي اللي هي بتاعت التبول. لازم اهيئه نفسيا. بمعنى ان انا اكلمه باسلوب كده اللي هو اوصل لسنه، حبيبي في ماما هيجي لها نمنه، انت هيبقى عندك بيبي صغير هتلعب معاه، وابدا ان انا اجيب له صور وهو صغير عشان يتفهم او يتخيل الموقف، انت كنت بيبي وهيجي لك بيبي زي كده، واحنا هناكله انا وانت وهنشربه انا وانت، لازم انا وانت علشان ما يحسش ان يحس هو بالمسؤوليه ناحيتها هي. بالظبط. اول مثلا ما خلاص هبدا ان انا ادخل في مرحله الولاده، احاول ان انا اجيب هديه واقول له بص اخوك مثلا جاب لك ايه علشان كان مبسوط ان هو نازل وهيشوفك والكلام ده كله، واخد ابني باباه مثلا يشترك معانا في الموضوع ده، ياخده ويروح هو كمان يشتري هديه يقول له عشان اخوك، عشان انت هتروح مثلا تشوفه في المستشفى، شوف هو كان بيحبك وجاب لك ازاي لعبه انت كمان. يعني لازم. يعني مهم ان انا مثلا ان الام وهي حامل توري له السونار بتاع البيبي تقول له أكيد. انت كنت كده وعديت بالمرحله دي وفي بيبي تشركه بقى، يعني خلاص عدينا بالمرحله دي ابدا ان انا اشركه. مش لازم اخلي الطفل ارمي عليه كل مسؤوليه الطفل التاني الجديد اللي جه، لا احاول ان انا اشركه معاه. بس ازاي برضو تقدري تمسكي العصايه من النص؟ ازاي لو هو مثلا سنه صغير عنده سنتين 3 سنين هيبقى عايز يشيله، عايز يلعب بيه، عايز يعني خلاص بقى عايز يتعامل معاه وحاسس بالمسؤوليه ناحيته؟ اكيد. هو بصي الطفل مش هيروح يتجرأ ويعمل الخطوات اللي انت بتقوليها ان هو يشده بالعافيه ان هو عايز يشيله غير لما بيشوف في حضنها في فتره الرضاعه.
دي اكتر فتره الطفل بيبقى غيران فيها. اللي هو مثلا يطلب طلب دلوقتي، طب يا حبيبي استنى باكل اخوك، لا انا عايزه دلوقتي، وتلاقيه بدا يشد رجله او يشدها هي، قومي هاتي، هو غيران. فانا بالتالي مثلا اخليه قاعد جنبي واحطه على رجله وطبطب عليه مثلا علشان ينام. ده قصه، ده ماساه. الله يكون في عونها يعني. اه طبعا اخليه مثلا وانا بغير له روح هات الهدوم بتاعت اخوك، عشان هنغير انا وانت لاخوك طبعا مع تحفظ على الخصوصيه، ان انا ما ينفعش ان انا اغير في الاماكن الحساسه قدام الطفل التاني. بس ان هو هينقي لاخوه الهدوم اللي هو هيلبسها، وليكن بدا ان هو باكله في تدرجات مثلا ان هو هياكل بالمعلقه، ابقى قاعده جنبه لازم هو كمان يشارك. هل كل لما فرق السن ما بين الولاده والولاده بتزيد بتقل درجه الغيره، ولا بيبقى العكس؟ لا، هي الفكره كلها ان هي زي ما احنا اتفقنا مفيش سن معين الطفل هيغير فيه، بس طول ما انا مثلا اديت مساحه لابني، يعني في ام مفيش 5-6 شهور من بعد ولادتها بعتلي بتقولي انا حامل. طب انت كده بدات انت تتظلم الاولاني ده، او تشبعيه بالعاطفه والحب والاحتواء، ما لحقش طبعا بالزبط. ولا حتى فتره الرضاعه، لان هي لازم توقف رضاعه لان هي حامل. فيعني انا بشوف ان هو 2-3 سنين ابدا ان انا افكر اجيب بيبي تاني، يكون الاولاني شبع مني. وغير كده كمان الطفل اللي بيبقى نازل لسه رايح الحضانه والام بتبقى حامل او جابت بيبي جديد، هو فاهم ان انت بتطرديني بالظبط، ان انت كده بتبعديني عن المحيط عشان بتاعك. في حد تاني جاي بالظبط. فبتلاقيه ايه، قايم الصبح عامل نفسه عيان او عمل كارثه كبيره في الحضانه علشان ترجع لها في البيت، فما تنزلوش الحضانه. فكره اشمعنى انا اللي نازل وهو اللي معاكي؟ طبيعي ان الطفل الاكبر سنا هو اللي بيغير من الاصغر. أكيد. بس احيانا بقى بنلاقي ان الاطفال الصغيرين هم اللي بيغيروا وهم كمان عايزين ياخدوا كل حاجه. يعني هو جاي عايز يستحوذ على كل حاجه، عايز يركن اخوه ده على جنبه وهو اللي ياخد كل حاجه، عشان نظره التفرقه ونظره ان الام ده الصغير يا حبيبي ما انت كبرت خلاص على الحاجات دي. فالصغير بتلاقيه بقى اللي هو ايه، عنده حب تملك وانا الصغير عامل اللي انا عايزه. فبالتالي احنا بنقع في خطا كبير جدا، التفرقه اللي بتحصل دي بتكبت احساس الكبير بان هو لسه طفل، ما زال طفل وليه حقوق. فكل حاجه للصغير رايحه للصغير. لا طبعا، انا ببقى شايفه ان مبدا المشاركه لازم افعله من هم الاثنين صغيرين. حد جاب لنا لعبه، وليكن جاب للصغير هديه، لعب اخوك الكبير معاك، نلعب احنا الاثنين، وليكن هنا 10 دقائق وهنا 10 دقائق. لما تحصل مشكله ما اقولوش خش انت على اوضتك وخلي الصغير جنبي، لان ده غيره فوق الوصف. اشمعنى هو اللي قاعد بالظلم بقى هنا؟ طبعا، مع انه ممكن يكون هو اللي غلطان. لا، اقعدوا انتوا الاثنين، وليكن مثلا على طرف الكنبه، اقعدوا انتوا الاثنين لحد ما نتعلم نشارك بعض في اللعبه، نبقى نقوم نلعب واخد اللعبه، ما فرقهمش عن بعض، عشان ما يوصل لهمش احساس اللي هو ايه، انا بحل المشكله بالفصل. لا، انا باخد الشيء اللي اتخانقوا عليه، لما تتعلموا المشاركه هبديكوا اللعبه، كل واحد فيكم هيلعب 10 دقائق، ال 10 دقائق خلصوا هنبدل. الطفل ما عندوش لسه ماهية الوقت ان هما يعني ايه 10 دقايق، فانا اللي اتحكم في ده لحد ما هما الاثنين يبدا ما بينهم وما بين بعض فعلا المشاركه، سواء بقى في الهدوم، في الخروج، في اللعب، في الحاجات دي. ممكن احنا في يعني في ختام الفقره بقى عايزين كده نصائح نلخص فيها الفقره، الام ازاي تتعامل مع ابنها في غيرته اثناء استقبال طفل اخر. تمام، اول حاجه لازم ابقى مستعديه ومجهزه نفسي ان انا اقسم وقتي ما بين الطفلين، ما ينفعش ان انا اخلي وقت واحد للطفل الجديد وسايبه وهامله الكبير، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم ان انا اتكلم مع الاخ الصغير زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنقسم ما بينهم المهام حتى الوظيفيه في البيت، مين هيعمل ايه ومين هيساعد ماما ومين هيلم الغسيل، عشان هما الاثنين ما يتربوش ان في حد طول الوقت قاعد والثاني هو بيعملوا كده في البيت عادي. اه طبعا، لما انا هبقى متفقه وحاطه رولز من الاول، الطفل على حسب ما انت بتدربيه وعلى حسب ما انت بتبرمجيه السيستم بتاعه شغال ازاي. احنا كل واحد بيوضب سريره، كل واحد بيساعد ماما في حاجه معينه، ما فرقش ما بين التربيه ما بين الولد والبنت. دي حاجه كبيره جدا، ان البنت مثلا شايفه امتيازات الاخ بياخدها عنها، هما الاثنين سواء الاب او الاهل من ناحيه الاب والام شايفين ده ان الولد هو الاهتمام والبنت هي اللي في البيت، لا لازم اغير تفكير ده، هما الاثنين واحد وهما الاثنين يتعاملوا بنفس المعامله. ما استعجلش على خلفه ثانيه غير يعني 2-3 سنين. تمام. انسب حاجه ما طبعا ما تعملش بالضرب في التوجيه، ان طول الوقت ان انا بضرب الكبير عشان ضرب اخوه الصغير، لان هو برده بيحس باحساس الظلم. ما تدخلش في خناقهم بالايد غير لما اشوف بقى ان الموضوع بقى دموي، ان هو دخل فيه ضرب، اسيبهم يختاروا حل المشكله، ما تدخلش واصلح بسرعه، عشان كده يستسهلوا طول الوقت ماما الحق ده عمل كذا. لا، اخليهم يفكروا نحلها ازاي المشكله دي. تمام، شكرا ليكي نورتينا سيام حسن، اخصائي نفسي وتعديل سلوكيات الاطفال. شكرا. ميرسي، صباح الورد عليكي. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا حلقتنا خلصت، يومنا لسه بيبتدي، صباحكم صباح الورد. صباح الورد عليكي يا ايمان. صباح الورد عليكي يا مها، وعلى كل مشاهدينا. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده يوم السبت اللي جاي.